بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الناس وبيت كل الأهلاوية. رجعنا لحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. زي ما حضراتكم تعودتوا معانا خلال الفترة السابقة، كنا دائما من خلال برنامجكم الأهلي في المونديال دائما بنجيب لحضراتكم كل ما يحدث لبعثة النادي الأهلي في أبو ظبي. الحمد لله والشكر لله. أولا أنا بشكر حضراتكم جدا 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 جدا، برنامج الأهلي في المونديال أو قناة النادي الأهلي في الفترة الحقيقة اللي كان متواجد فيها بعثة النادي الأهلي في أبو ظبي، جالنا كمية ثناء على الشغل والناس قد إيه مبسوطة. الناس حاسة إن إحنا إن هم موجودين في أو داخل البعثة واللي بيحصل وكل اللي بيحصل. دايما كنا بنبقى من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بيكون موجود. عشان كده أنا النهاردة مبسوط، عشان كده أنا النهاردة سعيد الحقيقة باللي الواحد بيشوفه والإنجازات اللي الواحد بيبقى بيحس فيها من الناس. أنا أهم حاجة بالنسبة لي هي جمهور النادي الأهلي، قد إيه الناس وزملائي اللي كانوا كنا شغالين مع بعض خلال الفترة اللي فاتت، كلهم كل شوية حد فيهم يكلمني يقول لي الحاجة كويسة، الدنيا الناس كلمتني والناس عملتني، فأنا بالتالي ببقى سعيد جدا 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 باللي بيحصل. فأنا بشكر حضراتكم أنتم جمهور النادي الأهلي، لأن أنتم الأساس في كل شيء. حضراتكم الأساس في كل شيء إحنا بنعيشه أو عشناه أو هنعيشه خلال الفترة اللي جاية، وده بيخلينا كمذيعين بنبقى عايزين نموت نفسنا أكتر كل مرة وكل سيزون جديد في أي برنامج، إن إحنا نعمل كل ما يهم جمهور النادي الأهلي، وهو ده الأساس بالنسبة لنا، وهو ده اللي إحنا بنحاول دايما نشتغل عليه خلال الفترة السابقة، وهي دي توجهات الإدارة الحقيقة، إن إحنا جمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي. عشان كده أنا بشكر حضراتكم جدا 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 على نسب المشاهدة العالية خلال الفترة الأخيرة، هي موجودة على طول الحقيقة، ولكن في الفترة الأخيرة تحديدا، لأنه إحنا كنا بنذيع لحضراتكم أو بننقل لحضراتكم كل ما يخص بعثة النادي الأهلي في المونديال. تالت العالم كان حاجة مش مرضية قوي لجمهور النادي الأهلي، لأنها حصلت مرتين قبل كده، ولكن في النهاية وفي ظل الظروف الكتيرة جدا اللي كان بيمر بيها أو الظروف الصعبة الكتيرة جدا اللي كان بيمر بيها النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، إحنا سعداء باللي حصل كجمهور النادي الأهلي، مبسوطين، سعداء بشكل الفريق، بشكل التيم اللي موجود، بشكل موسيماني، بشكل إدارة النادي الأهلي، بالتعاون اللي دايما بيكون متواجد ما بين إدارة النادي الأهلي وفريق الكورة وإدارة الكورة وفريق الكورة، الحاجات اللي احنا بنشوفها. تخيل حضرتك لما يكون رئيس النادي قاعد وأمين الصندوق هو رئيس البعثة، وبالتالي أمين الصندوق هو اللي ينزل ويقف، الأستاذ خالد مرتجي طبعا بينزل ويقف على المنصة ويسلم لعيبة النادي الأهلي الميدالية البرونزية في ظل وجود رئيس النادي محمود الخطيب. هو ده النادي الأهلي بالمناسبة، هو ده النادي الأهلي. حاجات كتيرة جدا جدا حلوة بنشوفها. النهاردة هنستكمل كلامنا ولكن من خلال البيت الكبير بقى. البيت الكبير زي ما قلت لحضراتكم احنا كنا اجازة امبارح واول امبارح، اليومين دول بس كنا بنريح حضراتكم مننا شوية، ولكن ان شاء الله بداية من النهاردة وبكرة هيرجع كل يوم من الحد للاربع البيت الكبير مع حضراتكم بالليل، كل يوم من الساعة 10 للساعة 12 فيما عدا يوم الاثنين بيبقى من الساعة 11 للساعة 1. هنحاول نرضي كل أذواق جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، خصوصا إن احنا داخلين على فترة صعبة جدا. قبل بس ما ننتقل للفترة الصعبة جدا، النهاردة لفت نظري الحقيقة واحنا قاعدين بنتكلم أنا وزملائي، لفت نظري حاجة مهمة جدا. النادي الأهلي قد إيه وصل للعالمية؟ قد إيه؟ محمد عبد المنعم وهو مع منتخب مصر، وشفت كوليبالي واحد من أهم المدافعين في العالم بيتكلم مع محمد عبد المنعم إزاي؟ محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي. السنة اللي فاتت الشناوي مثلا مع بايرن ميونخ. النهاردة أو بعد كده في لما النادي الأهلي لاعب نادي الهلال وكسب ثالث العالم، إيه اللي حصل؟ موسيماني مع تخل. موسيماني أفضل مدير فني في أفريقيا مع أفضل مدير فني في العالم تخل. بعدها أليو ديانج مع
نيجولو كانتي، تحس ان الاهلي ده عالمي. الاهلي في حته تانية، الاهلي مكانته مكانه مختلفه زي ما حضرتك شفت كده. توخيل دي اللقطه بتاعت محمد عبد المنعم طبعا وكوليبالي، دي كانت بعد نهائي افريقيا او نهائي الامم الافريقيه وخساره منتخبنا الوطني، والفيديو ده انتشر بشده على مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقه. طيب بعدها زي ما قلت لحضراتكم توخيل وموسيماني، واعتقد ان ده كان وجهه نظري في هذا الموضوع، ان توخيل كان بيعمل كده مع موسيماني طبعا لانه ارى تصريحات موسيماني وشاف ما قبل كاس العالم واثناء كاس العالم، وشاف ان موسيماني عنده حق. شاف ان موسيماني عنده حق. اهي دي اللي مع حضراتكم اهو. اللقطه دي لقطه مهمه جدا 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 جدا. افضل مدير فني في افريقيا مع افضل مدير فني في العالم، بطل افريقيا وبطل اوروبا بيتكلموا مع بعض. فدي حاجه بالنسبه لي كانت مهمه جدا، واللقطه دي لفتت نظري زي ما لقطه محمد عبد المنعم لفتت نظري، زي ما لقطه النهارده ايضا اليو ديانج مع نيجولو كانتي. برضو اللقطه دي، اللقطات دي بتودي النادي الاهلي دايما في حته تانية. النادي الاهلي اسمه اكبر من اي حد. النادي الاهلي في العالم كله اسمه كبير. يا عم اسلام بقى ما تقعدش تقول لنا الكلام ده، هذه هي الحقيقه، هي دي قيمه الاهلي اهو. بص حضرتك، اي حد بينتسب دائما للنادي الاهلي بيصل الى العالميه. ده كلام، انت بتقول اي كلام يا اسلام صح، بدليل الفيديو اللي قدام حضراتكم. انا بقول اي كلام، لكن الدليل الفيديو اللي امام حضرتك، نيجولو كانتي مع اليو ديانج وبيديله التيشيرت بتاعه اتفضل. انا عندي القصه الحقيقه كلها هقولها لكم، لكن لما يجي معانا زملائنا ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقه عشان هم يحكوا، لان هم كانوا شهود عيان. النهارده في الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون معانا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري، وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود شوقي، وكريم سعيد برضو هيكون معانا. هذا الثلاثي كانوا متواجدين في فتره تواجد النادي الاهلي في الامارات، هيحكوا لنا حضروا كل الكواليس اللي حضراتكم شفتوها دي. كل الكواليس اللي حضراتكم شفتوها دي هم حضروها، وحضروا كواليس اخرى. ايه اللي حصل؟ قيمه النادي الاهلي فين؟ قيمه النادي الاهلي اللي الناس كلها بتتكلم عنها، اللي الناس كلها بتتكلم عنها وكلنا بنتكلم، وبنتكلم بفخر واعتزاز. ما بنتكلمش لمجرد ان احنا عايزين نطبل وخلاص، ولكن الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي تخلينا دايما راسنا في السماء ان احنا بننتمي لهذا النادي. بيتسو موسيماني نفس الكلام، اليو ديانج نفس الكلام، محمد عبد المنعم نفس الكلام. هو لو ما كانش بيلعب في النادي الاهلي كان وصل لكده؟ اي حد، اسم النادي الاهلي دايما هو اللي بيوصلنا لهذا الامر. وبالتالي مهم جدا جدا لفت نظري انا الثلاث اربع فيديوهات دول، لانهم في النهايه بيعبروا عن قيمه النادي الاهلي مع اي حد، مع اي حد. وخد الكلام بتاعي ده وحطه بقى في اي سياق انت عايز تحطه فيه. حطه في سياق ان النادي الاهلي العالمي، ان النادي الاهلي يعني عايز بس اقولها علشان تبقى الناس كلها شايفه الموضوع معايا. اللي النادي الاهلي ده اللي عايز يمشي من النادي الاهلي بيمشي، وحصلت قدام حضراتكم خلال الفتره الاخيره، واسماء كبيره جدا. هي فين الاسماء دي؟ هي فين؟ هي فين الاسماء دي؟ كانت ساعتها حتى مثلا خليني اتكلم عن بيرسي تاو. بيرسي تاو وهو جاي الاول قال لك يا عم انتوا اي كلام، بتقولوا اي كلام، يعني هو في لعيب هيسيب الدوري الانجليزي ويجي يلعب مع النادي الاهلي في الدوري المصري؟ لو كان قعد في البريميم ليج 100 سنه ما كانش هيوصل لكاس العالم للانديه، كان بيلعب في برايتون. كل احترام طبعا لبرايتون، لكن عمره ما كان هيوصل لكاس العالم للانديه. هو دلوقتي وصل ومعاه ميداليه في كاس العالم للانديه. هو ده النادي الاهلي، هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي، او الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. فالحقيقه كنا بنسمع الكلام ده خلال الفتره اللي فاتت وما كناش بنتكلم بقى، كنا بنسكت يعني يا جماعه. لكن الحاجات دي، الفيديوهات دي الحقيقه انا النهارده زي ما قلت لحضراتكم هخلي الاستاذ محمود صبري والاستاذ محمود شوقي وكريم سعيد الثلاثه يتكلموا في هذا الامر. هو محمود شوقي مثلا كان شاهد على
هذا الامر، فهيقول لنا ايه اللي حصل وهيحكي لنا ايه الموضوع، وشاهد على امور كثيره. استاذ محمود صبري كان شاهد على هذا الامر وشاهد على امور كثيره اخرى، وبالتالي هيكلموا معانا. كريم سعيد كان موجود وشاهد على امور كثيره جدا وكواليس كثيره جدا بتحدث في الامارات، هيحكوا لنا. والمشهد ده بالنسبه لنا كنادي كاهلاويه ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ النهارده موسيماني هو بيتكلم عن هذا الموقف ومقابلته لتوخيل، لتوماس توخيل، قال ايه المدير الفني طبعا لتشيلسي، قال ايه؟ قال طبعا السنه اللي فاتت هانز فليك جه واتكلم معايا وسلم عليا وكده، ولكن المره دي كان التواضع كبير جدا، ان هو اللي يجي لي توخيل نفسه اللي يجي له ويسلم عليه ويقول له انت عامل شغل كويس جدا. فده وقال له ان النادي الاهلي ده نادي كبير. يعني يا جماعه هو ده النادي الاهلي، خلينا دايما نبقى فخورين بنفسنا، خلينا دايما نبقى مبسوطين بيه. انا بتكلم مش بكلم جمهور الاهلي، بتكلم مصر كلها تبقى لازم تبقى فخوره، كل جمهور المصري يبقى فخور بالنادي الاهلي واللي بيعمله النادي الاهلي. النادي الاهلي دائما في ظل هذه الظروف الصعبه جدا وغياب 14 لاعب، وبتلاعب واحد من اكبر واهم الفرق في المكسيك، ها؟ وبتكسب. بتكسب. دائما النادي الاهلي على منصات التتويج، دائما النادي الاهلي واقف بتلاقيه في كل مكان. فعشان كده الواحد فخور وسعيد ومبسوط. تخيل ان حضرتك ان احنا قد ايه مبسوطين وقد ايه سعداء، ولكن في غصه كده وحزن مننا كلنا انه ليه ما خدناش اول او تاني؟ ليه ما خدناش البطوله؟ او على راي موسيماني قال لك انا كنت عايز اغير، انا زعلان لان انا ما غيرتش لون الميداليه. كان نفسه تبقى ذهبية أو فضية. فبالتالي إن شاء الله السنة الجاية وسنعود للموسم القادم، هو كلام موسيماني، سنعود إن شاء الله الموسم القادم وإحنا إيدينا في إيد بعض علشان مرة تانية نلعب في كأس العالم للأندية. هو ده النادي الأهلي، هو ده اللي بيشتغل بيه دايما النادي الأهلي. دايما الصورة بتلاقوها مع حضراتكم بتجمع منصات التتويج للنادي الأهلي 2006 و2020 و2021، دائما النادي الاهلي دائما على منصات التتويج. ان شاء الله الموسم اللي جاي يبقى افضل وافضل وافضل للنادي الاهلي، على الرغم كده ان بدايه الموسم السنه دي ده الجزء الثاني. انا برضو خايف في فرق في الدوري، رجعنا بقى هنرجع للدوري وهكلمكم على الدوري دلوقتي، وهنتكلم على في فرق كسبت وفرق اتعدت وفرق اتغلبت. انا خايف ان يقولوا ان موسيماني وحش، لان دايما كانت الاستوديوهات التحليليه الفتره اللي فاتت تقول لك ايه؟ فرقة اتغلبت غير الاهلي، يعني فرقة اتغلبت يطلع تاني يوم يقول لك اه بس موسيماني لازم يمشي، اصل موسيماني ما مش عارف يكسب مع الاهلي. والله يا جماعة اصل موسيماني ما يعني ما بيعملش حاجة غير بياخد بطولات. مش هو ده اللي كان بيتقال؟ اي فرقة تانية تتغلب او تتعادل يقول لك كده، سموحة، اتحاد، اهلي، سوري بعيد عن الاهلي، يعني بقية الفرق كلها يقول لك موسيماني السبب. النهارده وامبارح الدوري اشتغل والدنيا شغاله، لا ربنا يستر بقى بكره ما حدش يطلع ويقول لنا اصل موسيماني السبب في ان الفريق الفلاني اتغلب او اتعادل او كذا او كذا او كذا. هو ده اللي بنسمعه في السؤال التحليليه خلال الفتره الاخيره. اتمنى ان يكون هناك انصاف، انصاف، مش عايزين اكتر من كده. يعني دايما لما بنيجي نتكلم مثلا عن التحكيم، كل اللي بنطلبه ايه؟ عداله تحكيميه. عندما وجدت العداله التحكيميه في مباراه الهلال ربنا كرمنا وكسبنا. هتقول لي اصله طرد، ما هو طرد، واحد بيضربني، واحد هيكسر لي رجلي، المفروض ما يطردش؟ لازم يطرد. لو واحد من النادي الاهلي عمل كده يطرد. هو ده الانصاف، هي دي العداله. هو ده الانصاف وهي دي العداله، وهو ده اللي بنطالب بيه الفتره اللي جايه. انا عندي النهارده فقره هتكلم فيها مع حضراتكم، اتحاد كره القدم خد بعض القرارات هنتكلم فيها، لان النهارده يعني هنتكلم في هذا الامر. ولكن وكل يوم هدي حضراتكم شويه من الكواليس اللي بتحصل في اتحاد كره القدم واحكي لكم ايه اللي بيحصل هناك. النهارده كان في الاجتماع، الاجتماع ده حصل فيه ايه؟ حصل فيه حاجات كتيره جدا جدا هقول لكم عليها، لكن عندي كام حاجه هكلمكم عنها. ولكن تخيل حضرتك ان انا بقول لك رجعنا للدوري ورجعنا ورجعنا. انا النهارده فوجئت، انا مش فوجئت، يعني بصيت على جدول النادي. بصراحه انا ما كانش عندي اهتمام بحاجه خلال الفتره اللي فاتت غير النادي الاهلي في ابو ظبي،
النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، النادي الاهلي هيلاعب الهلال، لو النادي الاهلي لعب تشيلسي هيلعب ازاي، لو النادي الاهلي لعب مونتري هيلعب ازاي، لو النادي الاهلي لما لعب مع بالميرس لعب ازاي. هو ده كان اهتمامي الفتره اللي فاتت. دلوقتي هرجع اهتم مره ثانيه بدوري ابطال افريقيا، وهرجع اهتم مره ثانيه بالدوري العام المصري. كل الاهلاويه كده السنه الفتره اللي فاتت، الفتره اللي فاتت كان كل الاهلاويه ما بيركزوش غير في كاس العالم للانديه. ما احنا بنلعب في كاس العالم للانديه، فهنركز في كاس العالم للانديه. فهنرجع بقى، اول حاجه لفتت نظري النهارده وانا ببص على الجدول، لو الجدول معاك يا سمير لو سمحت حطه لنا اهو، هنتكلم عن الفرق وهنتكلم عن البطولات، ولكن 18 22 25 1 5 8 11 18 مارس دي المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي كل 3 ايام، غير السفريات اللي رايحه جايه في البطوله الافريقيه في دوري ابطال افريقيا، غير السفريات اللي جوه المحافظات. انت رايح تلاعب مثلا رايح تلاعب الفاركو في اسكندريه، رايح تلاعب مش عارف مين تروح تلعبه هناك في بلد في محافظه اخرى، الهلال السوداني انت رايح ان شاء الله بكره البعثه مسافره هتروح تلعب في السودان. فالهلال السوداني والاهلي دوري ابطال افريقيا 18 فبراير 2022 يعني النادي الاهلي خلي بال حضرتك الاسبوع ده، بعد كده النادي الاهلي كل يومين او ثلاث ايام مباراه ما بين 18 ما بين دوري ابطال افريقيا وما بين دوري عام. طيب انت عندك 1 و5 و8 مارس ثلاث ماتشات مع مين بقى؟ فاركو في الدوري الممتاز، 5 مارس الاهلي بيلاقي المريخ السوداني، الاهلي وبيراميدز يوم 8 مارس. خد بقى اليوم 11، اليوم 11 ده انت حضرتك هتخلص الاهلي وبيراميدز 8 مارس هتمشي بالليل، يعني هتخلص 8 تمشي بالليل توصل جنوب افريقيا بعد 8 ساعات 9 ساعات تنام في جنوب افريقيا، تصحى يوم 10 او 9 تتمرن تمرينه خفيفه تريح تلعب تريح يوم 10 تلعب يوم 11 وترجع يوم 12 تلعب بعديها بخمس ايام. هي دي فتره الراحه، هي دي فتره الراحه. خد بال حضرتك من يوم 11 مارس ل 18 مارس 7 ايام هي دي فتره الراحه اللي موجوده، قبل كده صعب جدا، قبل كده دوري صعب جدا جدا جدا، او مباريات صعبه جدا، في حين ان في انديه اخرى مع النادي الاهلي في نفس مجموعته بيتاجل لها مباريات اخرى في دورياتها، هتعرفوا ده في الاخبار لما اجي اتكلم مع حضراتكم في موضوع الاخبار. ف 18 اللي هو يوم الجمعه القادم النادي الاهلي هيلاعب الهلال السوداني في السودان، وزي ما حضراتكم عارفين العلاقة التاريخية ما بين الكبيرين النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني هي علاقة كبيرة وعلاقة مهمة وعلاقة ستظل دائما بين الأشقاء وما بين الإخوات، ولكن النادي الأهلي من الفرق اللي عايزين نكسبها إن شاء الله في السودان. إن شاء الله أتمنى إن احنا نقدر نكسب الهلال في السودان في ظل هذه الضغطة الكبيرة جدا جدا من المباريات. زي ما قلت لحضراتكم هتلعب يوم 18 ويوم 22 ويوم 25 و28 و1، يعني غمض عينك وفتحها هتلاقي الاهلي بيلعب. الفتره اللي فاتت برضو بيتسو موسيماني كان بيعمل تدوير في المباراه. انت دلوقتي تخيل حضرتك ان انت، خلينا نتكلم عن المباراه الاخيره، الاهلي وهو بيلاعب الهلال السعودي، الاهلي وهو بيلعب الهلال السعودي انت غايب عنك 8 9 لاعبين، تخيل لما ال 8 9 لاعبين دول يرجعوا ما بين اصابات حسام حسن صلاح محسن الشناوي اكرم لعيبه تانية، كان في برضه ايمن اشرف ومحمود متولي، وكان في ايمن اشرف و قفشه الاثنين كانوا انذارات فما لعبوش. فتخيل حضرتك انا عمال اعد اهو لغايه دلوقتي 7 لاعبين، فلما اللعيبة دي تجهز وتخش في المباريات كمان مع قطاع الناشئين واللي بيطلع من قطاع الناشئين واللي بنشوفه من قطاع الناشئين، أعتقد هو ده النادي الأهلي عمل كده
علشان مثل هذه التوقيتات اللي حضراتكم شفتوها، ان انا بلعب 18 و11 ومسافر السودان وراجع من السودان ورايح اسكندريه وراجع من اسكندريه وبعدين مسافر سان داونز جنوب افريقيا وراجع من جنوب افريقيا ورايح هنا وبعدين راجع من هنا رايح على هنا، ماشي. عشان كده بعد كده بعد كده يجي يقول لك ايه، موسيماني اصله بيدي اجازات طويله 12 يوم، كانوا طوال 12 يوم طوال. يا جماعه لعيب الكره بيحتاج. النهارده جمعتني الصدفه مع احد واحد من اهم نجوم كره القدم الكابتن محسن صالح، اتكلمت معاه في امور كثيره جدا. قال لي كنا بنتكلم عن الضغوطات اللي بيتعرض ليها اللاعبين، قال لي خلي بالك التدريب الكتير قوي زيه زي ان مفيش تدريب خالص، ده بيتعب وده بيتعب. فمين اللي عامل كده؟ تخيل حضرتك ان بيتسو موسيماني اللي بيتقال عليه، على فكره عايز تنتقد بيتسو موسيماني انتقده، عايز تقول ان هو انتقد، ولكن دايما من فضل حضرتك لما يعمل انجاز قول له شكرا انت كويس، بس هو ده اللي انا بطلبه. لكن من حق اي حد، اصل الناس بتقول لي ايه انت بتصادر على خالص، والله انا بقول راي طبيعي جدا، ان انا كل ما بفتح اي استوديو تحليلي او اي بتاع عليهم بيقطعوا في الراجل او بيتكلموا عن الراجل بينتقدوا اداء مش اداء. يعني برضه كانت كلمه غريبه جدا ان يتقال لك ان هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بياخد بطولات، كانت كلمه غريبه بالنسبه لي وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي بالكامل. فدايما هو الراجل الرخصه اللي واخدها، اللايسنس اللي واخدها، اللي هي اليويفا برو، زيه زي كيروش، زيه زي تخل، اعلى شهاده في التدريب في العالم. عشان كده الاهلي جايبه. ولما كابتن خطيب فكر في هذا الامر، فكر في موسيماني، فكر في هذه المغامره، فكر لانه كل المؤهلات عند، ما هو النادي الاهلي ده ما بيفكرش كده وخلاص، النادي الاهلي بيفكر في مؤهلات، عندك مؤهلاتك كويسه ابتدي بقى افكر اشوفك جاي ولا مش جاي، تنفع مع النادي الاهلي ولا ما تنفعش، هو ده. فتخيل حضرتك ان راجل هل لا يتعرض، يتعرض للانتقاد جدا، وحضرتك قول ان هو النهارده لعب بطريقه مش كويسه او لعب، كل واحد له وجهه نظره، ووارد جدا ان المدرب ما يبقاش موفق في يوم، عادي جدا. وارد جدا ان مباراه ما تبقاش مساعداه، عادي جدا برضه. ولكن يا فندم بعد اذنك لما يبقى بيعمل مباريات كويسه وبيؤدي بشكل جيد، من فضل حضرتك قول العداله في التحليل برضه، هو ده اللي انا بطلبه، زي ما بطلب العداله التحكيميه، من فضل حضراتكم العداله في التحليل. انا لا اصادر مره ثانيه، انا لا اصادر على راي اي حد، اللي عايز يقول حاجه يقولها واللي عايز يعمل حاجه يعملها، انا ما بقولش حاجه، ولكن على طول على طول على طول على طول على طول على طول فرقه تتغلب في الدوري، في ال 17 فرقه التانيين في الدوري العام تتغلب، يقول لك اصل هو لو موسيماني كان عمل مش عارف ايه، ويا ريته عمل ويا ريته ما عملش، اصل هو ده 12 يوم اجازه. طب تخيل حضرتك ان موسيماني صاحب نظريه 6 على 6، يعني ايه نظريه 6 على 6؟ خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب ده بيتسو موسيماني ونظريه 6 على 6، زي ما قلت لحضراتكم هي نظريه موسيماني بس هو اللي عملها حتى الان. طيب النهارده ننتقل شويه لاتحاد كره القدم واكلمكم عن كواليس ما حدث في اتحاد كره القدم النهارده. النهارده كان في اجتماع لاتحاد كره القدم. والاجتماع ما زال يعني مش ما زال مستمر، ولكن هيفضل مستمر خلال الايام القادمه. خلوني اقرا لحضراتكم اولا القرارات اللي تم اتخاذها النهارده في هذا الاجتماع. وبالنسبه لي الموضوع ده مهم جدا. اعتماد مقترح اعاده هيكله لجنه الحكام المقدم من الكابتن عصام عبد الفتاح، والاطاحه بعزب حجاج ووجيه احمد من هذه اللجنة. لو حضراتكم تفتكروا قبل بداية الموسم، للمتابعين للبيت الكبير، قبل بداية هذا الموسم ولما الكابتن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق أو السابقة التي كانت تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، جاب الكابتن عصام عبد الفتاح، قلت لحضراتكم يا جماعة هو إيه تشكيل لجنة الحكام؟ حد في مصر عارف إيه تشكيل لجنة الحكام؟ محدش رد، ولا حد قال لي، ولا حد قال في الصحافة، ولا أي حاجة خالص. طب مين المجموعة اللي شغالة؟ هي نفس الوجوه، على فكرة أنا ما عنديش أي مشكلة مع حد، ولكن أنا بتكلم بشكل عام، هي نفس الوجوه وهي نفس
الاسماء القديمه اللي كانت موجوده هي اللي بتشتغل دلوقتي. واتكلمت وجدت كلامي للكابتن عصام وسالته وتشكيل اللجنه فين يا كابتن؟ هل في حد جديد في اللجنه؟ المجموعه اللي شغاله معاك هل فيهم حد جديد علشان يشتغل بفكر جديد او الفكر اللي انت حطيته فين؟ هو انا بس سؤالي، هو كابتن عصام بيعمل اعاده هيكله من الاول ليه؟ ما عملهاش من اول ما تولى المسؤوليه ليه طيب؟ طيب هو دلوقتي كابتن وجيه احمد ودكتور عزب حجاج ما بقوش موجودين في اللجنه؟ طب هل هم كانوا موجودين الفتره اللي فاتت ولا كان ايه اللي حصل؟ هل هم كانوا كويسين لغايه امبارح والنهارده ما بقوش كويسين؟ حاجه غريبه جدا. طب يا كابتن عصام مشروع اعاده الهيكله ده هيودينا لفين؟ انا كراجل اهلاوي اتمنى، او كراجل مصري اتمنى ان انا اشوف الحكام في افضل ما يكون، لان الدوري المصري بيتجه اتجاه صاعد مع اداره لجنه الانديه للمباريات الدوري، وبالتالي بقى هناك شكل جيد في الملاعب، هناك شكل جيد في التصوير، هناك نظام رائع بيتعمل وشغل جيد بيتعمل. ايه اللي ناقصنا؟ ان الحكام تبقى كويسه. وكل مرة أطلع أقول نفس هذا الكلام، وبالمناسبة هقول نفس برضو الكلام، أنا آسف إن أنا هكرر هذا الكلام، إن الكابتن عصام ليس لي معه أي شيء شخصي، ولكن كل اللي يهمني هو مصلحة التحكيم المصري. كابتن عصام عبد الفتاح مثلا في وسط الأيام اللي فاتت دي قال لك أنا هستقيل ولا أقدم استقالة ولا أعمل أي حاجة من هذا القبيل، عشان تبقوا حضراتكم عارفين. كابتن عصام اتكلم بس، ما قالش حاجة، يعني ما قدمش استقالة رسمية ولا في المجلس اللي فات ولا في المجلس ده، ده بناء على المعلومات اللي عندي. لو في حاجة تانية على فكرة أنا منفتح جدا إن أنا أسمع كل هذا الكلام، لكن هو كابتن وجيه وكابتن عزب كانوا كويسين الشهرين ثلاثة الخمس ست شهور اللي فاتوا، دلوقتي ما بقوش كويسين يا كابتن عصام ولا إيه؟ أنا محتاج أفهم. ولا أنا على فكرة كابتن وجيه يعني وكابتن عزب ما عنديش أي علاقة بيهم، يعني أنا بتكلم مصلحة عامة. ليه؟ الأهلي، أنا هتكلم بقى هنا حاجة تخص النادي الأهلي. أنا عندي مباراة يوم الجمعة مع الهلال. صح؟ تمام. خلصنا بطولة دوري أبطال أفريقيا، هنرجع الدوري العام المصري. أنا عايز أكسب الدوري العام المصري. طبعًا كأهلاوي، ولكن أنا عايز عدالة تحكيمية. زي ما عندما طلبت العدالة التحكيمية في المباراة، أو عندما تواجدت العدالة التحكيمية في المباراة الثانية أمام نادي الهلال السعودي كسبنا، وكسبنا بسكور كويس مع نادي كبير وعظيم نادي الهلال السعودي. فمن فضل حضراتكم كل اللي أنا بطلبه العدالة التحكيمية فقط لا غير، أهو من داخل قناة النادي الأهلي، من جوه قناة النادي الأهلي أهو بقول لحضراتكم وبقول لحضرتك يا كابتن عصام والمجموعه اللي موجوده، لو النادي الاهلي عليه ركله جزاء احسبها من فضلك بالقانون، احسبها من فضلك، مش هقول لك لا. انا بس ضربه الجزاء دي لو حسبتها ضد النادي الاهلي وجت زيها للنادي الاهلي من فضلك احسب. لو من حق، لو النادي الاهلي زي ما بتجروا تقفوا 10 دقايق وربع ساعه على الفار في حاجه ضد النادي الاهلي، اعمل نفس الموضوع مع النادي الاهلي. هي دي العداله اللي انا بطلبها، أن تكون هناك عدالة تحكيمية. ما أقدرش أتكلم ساعتها، والله الواحد يحط إيده، مش عايز أقول لحضراتكم ما يحط، يعني نسكت، هنسكت خالص، مش هنتكلم، بالعكس، هنتكلم بالإيجابي بقى، هنقول إن والله اللجنة طورت واللجنة عملت واللجنة خلت واللجنة سوت، لكن بهذا الشكل أنا الحقيقة مش متفائل وربنا يستر. أتمنى التوفيق. على فكرة أنا قلت الكلام ده من البداية، أنا ما بغيرش كلامي، أنا نفس كلامي قلته. لو وجدت تغيير في التحكيم وتغيير في شكل العدالة التحكيمية في مصر خلال الفترة اللي جاية هتلاقوني بقول هذا كلام، ولكن ما ينفعش النادي الأهلي يخسر الدوري عشان خاطر حكم. ما ينفعش النادي الأهلي يخسر، على الرغم من الأداء كان سيء السنة اللي فاتت في آخر خمس ست ماتشات، وده باعتراف المدير الفني وباعتراف اللاعبين وباعتراف الإدارة، ولكن أنا خسرت 10 12 14 بونت، أنا مش فاكر 14 نقطة السنة اللي فاتت بسبب التحكيم وظلم التحكيم. فأنا كل اللي عايزه إن أنا آخد حقي، مش عايز حاجة أكتر من كده خالص، ماليش دعوة بحاجة. والعدالة دي تبقى مطبقة على ال 18 فريق، النادي الأهلي زيه زي بقية الفرق كلها. هي نفس العدالة، وأتمنى إن ده يحصل.
اتمنى ان انا اشوف الحكام المصريين كلهم في افضل اداء وافضل مستوى، لكن الواقع الحقيقه بيقول حاجه غير كده يعني. وبرضه اللي بيحصل ده ملوش غير تفسير، هو ملوش غير تفسير واحد يعني. هو يا كابتن عصام ايه اللي كان معطلك الكام شهر اللي فاتوا في ان انت تعيد تقييم اللجنه او تعيد الهيكله؟ هو يعني هو حضرتك المهندس احمد مجاهد هو اللي كان مختارك، طب ليه ما بداتش الهيكله من بدري من ساعه ما جيت؟ انا ولا صاحب قرار ولا صاحب مصلحه، ولكن في النهايه اتمنى التوفيق للكابتن عصام عبد المنعم، لان مره تانية عصام عبد الفتاح انا اسف، ولجنه الحكام اللي بتتهيكل دي تبقى افضل لجنه موجوده، لان هو ده اللي يهمني وهو ده اللي نفسي اشوفه. الجزء الثاني من الكواليس، وهي كواليس في اتحاد كره القدم، هناك اثنين من اعضاء، بصوا حضراتكم كل ما يحدث من ان هناك خلافات ما بين ده اللي انا اتاكدت منه من مصادر داخل جهاز المنتخب، ان كل ما يحدث من كلام وان هناك خلافات وان كارلوس كيروش عايز يمشي اثنين من اعضاء الجهاز، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام عاري تماما من الصحه. طيب خليني اقول لحضرتك ان في اثنين من اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري هم اللي عايزين يمشوا اثنين من اعضاء الجهاز بسبب خلافات، بسبب التصريحات الكتير اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت واتكلموا فيها عن تفاصيل عقود وشروط جزائيه وكلام من هذا الامر. فالاثنين اعضاء مجلس الاداره دول عايزين يمشوا الاثنين من اعضاء الجهاز عشان هم فاكرين ان الاثنين من اعضاء الجهاز دول بيحكوا لكارلوس كيروش كل حاجه، وهذه ليست الحقيقه. هذه ليست الحقيقه، ان الحقيقه ان كارلوس كيروش عنده شركه خاصه بتترجم له كل حاجه. كل حاجه بتترجمها له وبتبعتها له. وبتقول له حتى اللي انا بقوله دلوقتي هيترجم ويروح له. فالاثنين اعضاء مجلس الاداره دول معتقدين ان الاثنين اللي موجودين في الجهاز وعايزين يمشوهم هم اللي بينقلوا لكارلوس كيروش كل حاجه، وهذه ليست الحقيقه. وهو الراجل استاء جدا 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 من التصريحات اللي فاتت، وحدثت قعده ما بينه حصل فيها طرديه ما بينه وما بين الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد والاستاذ خالد الدرندلي، وانتهى او الاستاذ جمال علام الاول، وانتهت القعده ان هم اتراضوا وكله تمام، ولكن هو غاضب جدا من اثنين من اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، ويعني امور اخرى مش هتكلم عنها دلوقتي، هسيبها للايام القادمه الحقيقه علشان اقدر اتكلم عنها لانه مش مجاله. ولكن كل ما يثار وكل ما يقال عن ان كارلوس كيروش طلب ان في اثنين من اعضاء الجهاز الفني يمشوا حتى هذه اللحظه او لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، هذا لم يحدث، بالعكس تماما، ان اثنين من اعضاء اتحاد كره القدم المصري الحاليين هم اللي عايزين يمشوهم علشان فاكرين ان هم بينقلوا كل حاجه لمستر كارلوس كيروش بس، ادي الموضوع. لكن كارلوس كيروش قعد مع الاستاذ جمال علام وحصلت ترضيه، وحتى الان العلاقات جيده ما بين كارلوس كيروش والمشرف على المنتخب الاستاذ جمال علام، اللي طلع بقرار النهارده ان هو يصبح مشرفا على المنتخب المصري خلال الفتره القادمه. اللي انا فهمته وده خبر ومعلومه، ان كارلوس كيروش سيكمل بجهازه حتى مباراه السنغال الثانيه. الجهاز ده هيفضل موجود زي ما هو، وكارلوس كيروش زي ما هو، ويجب ان يتم دعمهم خلال ده، اتقال من احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد، او اثنين ثلاثه تانيين قالوا لا احنا في ظهر الاتحاد وفي ظهر كارلوس كيروش وجهازه، وهنفضل وراهم لغايه يوم 28 اللي هو المباراه الثانيه. هيحصل ايه الفتره دي؟ هيحصل معسكر الاقرب ان هو يقام في الاسماعيليه استعدادا طبعا لمباراه السنغال او لمباراتي السنغال. كمان كيروش عايز مباراه وديه، اتحاد كره القدم لسه مش عارف يوفرها له لغايه دلوقتي، ولكن كيروش عايز مباراه وديه، واعتقد ان هو هيصمم على رايه وهيعمل مباراه وديه، واتحاد كره القدم المصري هيجيب له هذه المباراه، لان الاتحاد الحقيقه هيقف في ظهر كارلوس كيروش خلال الفتره اللي جايه ويلبي كل احتياجاته.
الاتحاد كلهم ناس محترمه وكلهم ناس اجلاء، كلهم اصدقاء الحقيقه. الاول الاستاذ جمال علام لغايه اصغر واحد فيهم سنا يعني، كلهم اخواتنا وكلهم اصدقائنا، ولكن في النهايه احنا عايزين نشوف منتخبنا الوطني بيصل الى كاس العالم، خصوصا بعد خسارتنا لبطوله كاس الامم الافريقيه الاخيره. دي كانت بعض الكواليس في ما حدث اليوم في اتحاد كره القدم المصري. عندنا حاجات كتيره جدا يعني كل يوم حدي لحضراتكم جزء منها خلال الفتره القادمه. طيب نروح نشوف تقرير مع جمهور النادي الاهلي رايهم في انجاز البرونزيه، وبعد كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نبدا فقره اخبارنا اخبار البيت الكبير، ولكن نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل نرجع نقرا اخبار البيت الكبير. لعبوا حلو الحمد لله وخدوا التالت على العالم، واخر ماتش قدام الهلال كسبوا 4-0 وكانوا بيلعبوا حلو قوي، هو كان فاضل بس ان هم ياخدوا التاني او الاول، بس ما فيش نصيب الحمد لله. مبسوط جدا يعني من المستوى، وفي ظل النقص العددي اللي موجود للعيبه اعتقد ان ده مستوى كان مبهر وكويس، خاصه الماتش الاخير بتاع الهلال. هو عمل ماتشات كويسه جدا بصراحه، سواء قدام مونتيري حتى في غيابات ظل وجود لعيبه المنتخب او ظل الاصابات، هو عمل اداء كويس جدا قدام مونتيري. وبعد كده برده يعني كان نفسنا ان احنا بصراحه نصعد من بالميراس، بس قدر خير يعني. بس عامة الأداء بتاعت الماتشات كانت حلوة جدا، أتمنى طبعا إن هو يكمل على المستوى ده يعني حتى في الدوري أو في بطولة أمم أفريقيا مرة تانية. أداء مشرف جدا وأداء رائع، ولعيبة بذلوا مجهود الحمد لله ربنا أكرمنا وخدنا المركز الثالث، ودي بطولة كبيرة، وآخر مباراة كانت فوق من الرائعة، وكان ممكن يجيبوا جوان أكتر كمان. الأداء كان كويس، أنا اتفرجت على ماتش الأهلي وبالميراس، و ماتش الاهلي والهلال طبعا ده اللي كان احسن حاجه يعني، او شفنا الاداء كويس قوي فيه. طيب خلينا بقى نروح لاخبار البيت الكبير، اخبار النادي الاهلي. مؤتمر صحفي غدا للاعلان عن التعاون الاستراتيجي ما بين النادي الاهلي وشركه فاليو. ان شاء الله يعقد النادي الاهلي مؤتمرا صحفيا من في الخامسة من مساء غد الاربعاء فندق الفورسيزون، بالتعاون مع إحدى الشركات الشريك الاستراتيجي للنادي الأهلي باعتبارها المنصة الرائدة للشراء والآن والدفع لاحقا لتعزيز نمط الحياة المتطور. يحضر المؤتمر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والأستاذ وليد حسون رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد الذي يمتد لمدة 3 سنوات. أيضا الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي سيكون رئيسا لبعثة النادي الأهلي في السودان. مجلس إدارة النادي الأهلي أسند رئاسة البعثة للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. البعثة إن شاء الله ستغادر غدا. بعثة النادي الأهلي تجري المسحة الطبية استعدادا للسفر إلى السودان، وطبعا ده وفقا للبروتوكول المتبع قبل السفر خارج مصر، زي ما حضراتكم شايفين دكتور احمد ابو عبلة، علي كابتن علي معلول، اليو ديانج، كل اللاعبين الحقيقه بيعملوا المسحه علشان قبل السفر الى السودان تباعا طبعا للبروتوكول المعتمد دائما في مثل هذه السفريات. محمد هاني، كل اللاعبين بقى هتلاقوا كل اللاعبين متواجدين والناس اللي هتسافر ومخطط الاحمال وكل الناس الحقيقه المتواجده في هذه البعثه. بيرسي تاو يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي، زي ما حضراتكم عارفين بيرسي تاو يعني فاضل له أيام قليلة جدا إن شاء الله وينزل إلى الملعب، إن شاء الله ربنا يكرم ويسهل، لأنه الحقيقة من اللاعبين اللي إحنا بنفتقدهم خلال هذه الفترة بيرسي تاو. أيضا من اللاعبين اللي بنفتقدهم خلال هذه الفترة، مش إحنا بس، مصر كلها بتفتقد هذا اللاعب النجم محمد الشناوي الحقيقة، اللي النهاردة كان عنده تدريبات قوية جدا وتحت إشراف ميشيل يانكن المدرب حراس المرمى في النادي الأهلي، وخاض الشناوي برنامجا تأهيليا بعد تعرضه طبعا للإصابة في العضلة الخلفية. النهاردة أيضا كان في جلسة جيم لأيمن أشرف، وبجري على خفيف كده ونزل الجيم أو قعد في الجيم شوية، إن شاء الله يكون متواجد مع الفريق في بعثته إلى السودان. طيب
وانا بتكلم مع حضراتكم في الانترو قلت لحضراتكم ان في بعض الانديه في ظل هذه الضغطه الكبيره جدا في جدول النادي الاهلي اللي انا كنت جايبه لحضراتكم من شويه، ضغطه كبيره جدا للنادي الاهلي. على الجانب الاخر بعض الانديه مثل نادي الهلال السوداني، الهلال السوداني الاتحاد السوداني بيأجل له مبارياته استعدادا لمواجهه النادي الاهلي. فالاتحاد السوداني يؤجل مباراه الهلال في الدوري استعدادا لمباراه النادي الاهلي. اعلن الاتحاد السوداني لكره القدم تأجيل مباراه الهلال بالجوله الثالثه من منافسات بطوله دوري السوداني قبل مواجهه النادي الاهلي المرتقبه يوم الجمعه المقبل ضمن منافسات الجوله الثانيه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. حضراتكم عارفين ان المباراه الاولى للنادي الاهلي اجلت للايام القادمه. وذكرت صحيفه كفر ووتر السودانيه ان الاتحاد السوداني فضل تاجيل هذه المباراه لاتاحه الفرصه للفريق السوداني استعدادا للقاء النادي الاهلي. ماشي، يعني حضرتك بتلعب مباراه كل يومين او ثلاثه وبقيه الفرق او نادي الهلال السوداني هو بالتحديد بيأجل، اتحاد كره القدم السوداني اجل لنادي الهلال مباراه الجوله الثالثه علشان استعداد كافي للنادي الاهلي. على الجانب الاخر مدرب سان داونز يكشف عن معسكره في القاهره بعد مواجهه المريخ. كشفت تقارير صحفيه جنوب افريقيه عن خطه موسعه وطريقه سيقوم بها المدير الفني لنادي سان داونز من اجل خوض مباراتي الاهلي والمريخ في الجولتين المقبلتين من دوري ابطال افريقيا. سان داونز هيواجه المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجوله الثانيه للفريقين بدور المجموعات على ان تكون المواجهه في القاهره بعد قرار مجلس اداره النادي السوداني باقامه جميع مباريات الفريق في القاهره. قال المدير الفني لنادي سان داونز سنستدعي عدد كبير من اللاعبين لاننا سنخوض مباراتين في مصر، سوف ناخذ اكثر من 25 لاعب تحسبا لاصابات فيروس كورونا. قررنا البقاء افضل في مصر نظرا لقله عدد الرحلات وبالتالي سنخوض المواجهه تلو الاخرى في مصر بلا اي رحلات اخرى. ماشي. اتحاد كره القدم من قراراته النهارده الحقيقه ان هو سيطلب من الاتحاد الافريقي ان يتم تاجيل مباراه مصر والسنغال المؤهله لكاس العالم 24 ساعه. ايضا من ضمن القرارات اللي اتخذها الاتحاد المصري لكره القدم النهارده توجيه الشكر للكابتن شوقي غريب ترشيدا للنفقات لانه بيقول لك ان مفيش مباريات خلال الفتره اللي جاي القادمه، وتوجيه الشكر ايضا لمنتخب مصر لكرة الصالات. ومن برضو القرارات اللي تم اتخاذها الدكتورة دينا الرفاعي مشرفة على الكرة النسائية وتكليف كابتن عامر حسين والأستاذة أبو الوفا بملف الكرة الشاطئية. أيضا إقامة دوري القسم الثاني من مجموعة واحدة في 2023 والشيخ رئيسا للمظاليم وتعيين الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أيضا متحدثا رسميا للاتحاد. أيضا اتحاد كرة القدم المصري بيؤجل حسم مصير كأس مصر وتكليف بركات وحازم إمام بالكرة الموحدة. شكل الكرة الموحدة اللي بيحاول أن يطبقها اتحاد كرة القدم تم تكليف كابتن حازم إمام وكابتن محمد بركات بهذا الملف. أيضا النهاردة كان وزير الشباب والرياضة بيتواصل مع السيد وزير الداخلية بشأن ترتيبات مباراة مصر والسنغال خلال الفترة القادمة، وناقش وزير الرياضة مع وزير الداخلية ترتيبات اللقاء المقرر إقامته باستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري مكثف. آخر خبرين عندي، الطبيب يهدد عودة كارلوس كيروش للقاهرة 18 الجاري. من المفترض أن كارلوس كيروش كان أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم أنه هيرجع يوم 18، ولكن برضو بيقول أنه احتمال يأخر رجوعه شوية حتى عنده ميعاد آخر مع طبيب يوم 20 وهيرجع بعد هذا اليوم. وده أخطر بيه كارلوس كيروش، أخطر بيه الاتحاد المصري لكرة القدم. آخر خبر معانا، النجم عماد النحاس صخرة دفاع النادي الأهلي السابق
بيحتفل بعيد ميلاده ال 46. كل سنة وانت طيب يا عمدة وعقبال 100 سنة. عماد النحاس من النجوم اللي لعبوا للنادي الأهلي وللعبوا لمنتخبنا القومي، توج ببطولتي الدوري وكأس مصر مع الإسماعيلي، فيما فاز مع النادي الأهلي بخمس بطولات دوري وثلاث ألقاب دوري أبطال إفريقيا ومثلها للسوبر الإفريقي، وبطولتين لكأس مصر وأربعة ألقاب لكأس السوبر المصري، فضلا عن الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية موسم 2006 مع المارد الأحمر. كل سنة وانت طيب يا عمدة وعقبال 100 سنة. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الثانية النهاردة، وزي ما قلت لحضراتكم هيكون كلها حكاوي وكواليس الأهلي العالمي وماذا يحدث أو ماذا يحدث دائما مع النادي الأهلي في مثل هذه التجمعات الكبيرة والعالمية واللي بتنظم من الفيفا، إيه اللي بيحصل وكيف يكون النادي الأهلي في وسط هؤلاء المنظمين الكبار ووسط هذه الفرق الكبيرة أبطال القارات. النادي الأهلي دايما بيرفع رأسنا من خلال وجوده، إيه اللي حصل وكواليس، كواليس تصوير موسيماني مع توخيل، كواليس تصوير موسيماني مع أنا آسف أليو ديانج مع كانتي، حاجات كتيرة جدا جدا هنقولها لحضراتكم من خلال أساتذتنا الكبار اللي هيكونوا متواجدين معانا، الأستاذ محمود صبري ناقدنا الرياضي الكبير، والأستاذ محمود شوقي ناقدنا الرياضي الكبير أيضا، والأستاذ كريم سعيد ناقدنا الرياضي الكبير. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نلتقي مع أستاذ محمود صبري، أستاذ محمود شوقي، أستاذ كريم سعيد، ونعرف منهم كواليس النادي الأهلي في أبو ظبي في كأس العالم للأندية. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، استاذنا الحالي الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بيك، الحمد لله على السلام، منور الدنيا، مبروك للاهلي. الحمد لله على كل حال، هنرجع نتكلم في كل حاجه دلوقتي. ايضا ازيك يا كيمو؟ ازيك يا اسلام؟ الحمد لله على السلام، وحشني والله يا كابتن، بقالي اسبوعين ما شفتكش. محتاج احمد سامي بقى، ايه احمد وبقيه المجموعه طبعا الشباب كلهم طبعا كله اشتغل طبعا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس، مبروك للنادي الاهلي. الف مبروك، مليون مبروك لنا كلنا، مبروك. ايضا نقدنا النادي الاستاذ محمود شاوي. ازيك يا عود؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام. احنا الشباب، احنا طقم واحد، الاستاذ محمود شباب شباب طبعا، كبرنا يعني طبعا، الشباب اكبر مننا بسنه ولا حاجه. انا سعيد بوجودي معاك يا كابتن اسلام مع الاستاذ القدير الاستاذ محمود صبري طبعا، والمتالق دائما كريم سعيد. يعني وايه الاخبار؟ الدنيا تمام؟ الدنيا زي الفل. شغلك كان كويس؟ ممتاز هناك طبعا، شغل شغل ممتاز، كان في شغل، شغل فاخر. ها شغل فاخر. ابدا باستاذنا الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود، يعني فوز النادي الاهلي بالبرونزيه هل بتعتبره انجاز يضاف على انجازات النادي الاهلي، ولا كان من في الامكان افضل مما كان؟ احنا بنتكلم واقعيا بقى دلوقتي، ما احنا واقعيين حضرتك بقالك عشان نكون بس 14 يوم هناك، عشان نكون واقعيين انه الدوافع والظروف اللي سبقت البطوله القت بظلالها على البعثه، يعني البعثه الرسميه والبعثه اللي جمهور النادي الاهلي. مظبوط، كان اقصى الطموحات عشان نكون واقعيين جدا انه ماتش ازاي نعدي ماتش مونتيري في ظروف عندها غيابات كثيره جدا. انا عاوز اقول انه البطل في المشهد ده كله هو جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يعني بالنسبه لي كان رقم واحد. ايوه، اللي شفته في المباراه الافتتاحيه للاهلي كان شيء مذهل ويدعو للفخر وحاجات تحرك الصخر. يعني كان الدافع كبير جدا، الفوز ده شك على مونتيري كان قيمته عاليه وقيمته كبيره، قول زي ما انت عايز تقول. ايوه، فريق ما عندوش دكه بدلاء، عنده موجودين في الملعب هم دول ذخيرته، ادوا مباراه من المباريات المميزه جدا، كان في توفيق كبير من ربنا، والتوفيق ده والنجاح ده ما بيجيش من مجرد الكلام، بيكون نتيجه جهد وعمل واخلاص ونوايا خالصه في الاول وفي الاخر، وفريق مجرد من كل اسلحته وتحطيت له كل العقبات، قول برضه زي ما انت عايز. ثانيا، عاوز اروح لموقف الاتحاد الدولي الغريب والمريب وخذلان واضح من الاتحاد الافريقي والاتحاد المحلي، كل ده كان كل العوامل، لكن الاهلي كل المسائل دي ما كانتش مجرد ان انا اطلع اتكلم وهاجم، كان كل التركيز انه فريق قفل على نفسه، انه رئيس نادي كان حاضر بقوه وادى دعم كبير جدا، مدير فني اشتغل في الادوات اللي كانت معاه، عمل كل المطلوب، اجتهدت اللعيبه، كان نتيجتها انه الاهلي وصل لمباراه يعني السيمي فاينل او النصف النهائي زي ما بنقول. وفي السيمي فاينل والنصف النهائي نقدر نقول فيها كلام كبير جدا ما بين فريقين كبار، بالميراس اللي هو السنه اللي فاتت قال لك هو ده بالميراس بتاع امريكا، ده فريق ضعيف يعني مستواه على لما كسبناه مستواه على قد ما تكسبه،
لما تخسر بقى يبقى ايه اللغه ايه اللغه ايه نقول الكلام حسب 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 ايه متوفق انت اللي احنا الاعلام الجديد اللي احنا بيتعود عليه حسب ايه الجو احنا كل لطيف. المباراه الاروع والاشمل واللي هربنا منه ورجعنا له وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى كرم ووفق المدير الفني ولعيبه الاهلي والجمهور اللي كان رائع في المباراه الختاميه والاحتفاليه الكبيره جدا. المباراه كانت مهمه من بطلين كبار بامانه شديده، كان اروع ما فيها الالتزام والاخلاق والانضباط والعلاقات وحاجات مكاسب تقدر تقول عليها كتير لانه الرياضه دي مكسب وخساره طبعا. لكن العلاقات والود والروح بين اللاعبين في الملعب وبتاع ده حاجات نقدرش احنا ايه لازم نقف قدامها ونتكلم طبعا. عاوز اقول انه المركز الثالث في تتويج لظروف مر بها النادي الاهلي، لكن الاهلي يستحق ان يذهب في المنصات الى ابعد من ذلك ويملك من القدرات ويملك من الادوات اللي تاهله لكن عايز اقول ان لابد يسبقها ايه اعداد، يسبقها شيء من التنظيم، كان لازم يكون في دراسه للافضل الظروف اللي هنمر بيها دي، المدير الفني كان يبقى في تفكير اشمل من كده، لكن عاوز اقول ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى كافئ على قدر الجهد على قدر العمل على قدر الاخلاص كان الاهلي ليحافظ على ميداليته البرونزيه. لو كان نادي اخر وجهه نظري يعني معرفش يمكن عشان انا متحيز لو كان نادي اخر كانت الامور كانت هتبقى مختلفه عن كده تماما. كريم عشت لحظات كثيره جدا ما بين الفرحه والسعاده والحزن والخوف والمفاجاه واصابه موسيماني بالكورونا واصابه قبليه الاستاذ خالد مرتجي امين الصندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي بكورونا وقدامكم كل ده بيحصل الفرقه بتتمرن وموسيماني بيقول لهم انتوا لا انتوا بيتكلم على الفيفا يعني ان انتوا ما ينفعش تحطوا تعملوا تضارب في المواعيد. الحاجات دي كلها كيف رايت بعينيك هذه الامور؟ وعمار حمدي طبعا ليله المباراه بنتكلم على واحد كان من اهم الاعمده للفريق في ظل الغيابات اللي كانت بتواجه الفريق مع طبعا تزامن البطوله مع بطوله كاس الامم الافريقيه. عمار حمدي طبعا يجي له رباط صليب طبعا ربنا يشفيه ويعافيه هو اكرم اكيد كانت بتبقى ضربه قويه جدا ان انت كمان اللعيب اللي هو انت البديل بتاعك او الخط الثاني بعد غياب الاساسيين هو كمان يتصاب. فانا بشوف يعني بتفق مع استاذ محمود صبري في اللي قاله ان انا بشوف النادي الاهلي اسم النادي الاهلي والروح. ماتش مونتري ما اعتقدش لو كنا عملنا ساعتها ليله المباراه استفتاء الناس متخيله ان احنا هنكسب المباراه دي بصراحه. ظروف صعبه جدا ومونتري حضرتك تفتكر انا قلنا هنا قبل ما نسافر ان مونتري ما عندوش غيابات حتى المجموعه اللي لعبت ماتش المكسيك في تصفيات الكونكا كاف وصلوا ولحقوا الفرقه في ابو ظبي واجاري. احنا عايزين نذكر الناس بهذه الامور لان احنا كنا بنتكلم فيها من زمان هي فكره هي فكره ببساطه ايه ان النادي الاهلي فعلا واجه ظروف مستحيله. ماتش مونتري ده يعني اعجاز بصراحه اكتر ماتش الهلال يعني ماتش ده ليه ظروفه لكن ماتش مونتري ده فعلا اعجاز. الفرقه اللي لعبت التشكيل الاساسي في كل خط في غياب رئيس مؤثر وكبير حارس المرمى الرئيسي مش موجود، اثنين مساكين مش هم اساسيين، الباك اليمين مش هو الاساسي، الباك الشمال مش هو الاساسي، في خط الوسط لاعب رقم 8 مش هو الاساسي، حاجات غيابات المهاجم الاساسي بتاعك مش موجود. فلكن بصراحه بشيد باللعيبه كلها كلهم وحتى طاهر محمد طاهر لعب في مركز مش مركزه وحاول يعني يؤدي ما يمكن تأديه. محمد هاني عمل بطوله جميله رائعه يا محمد هاني ساعات بننتقد بعض من ادائه في المباريات المحليه لكن بس بس عالمي لا مش بسيط حتى مش هو بيعمل مثلا ياخد 7 من 10 لا 9 ونص من 10 بيعمل حاجات غريبه بصراحه في المونديال يعني يا رب السنه كلها تبقى مونديال لا اللي انا بقوله يلعب مونديال عشان محمد هاني. فانا اعتقد ماتش مونتري احنا بدانا نحس ان احنا قريبين وهنا انا برضو باكد على كلام استاذ محمود ان احنا طموحنا عالي بعد مباراه مونتري ان احنا فعلا ممكن بشويه تعب قدام بالميرس ممكن نعملها خصوصا ان احنا بالميرس الضعيف ولا بالميرس القوي لا هو بس هو الفرق عشان برضه نكون منصفين هو الفرق الوحيد بالميرس هو عوده دودو لو دودو كان مع الدحيل لعبنا مع الدحيل في مونديال قطر ورجع لبالميرس ده فعلا طبعا دودو لعيب مؤثر بكل امان لعيب مؤثر جدا 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 لكن برضه عايزين نقول ان بالميرس نفس الفريق فضل 40 دقيقه بيلعب زون ديفنس قدامنا والهدف الاول جه من غلطه مننا ما جاتش من هجمه
او الجمله مترتبه من بالميرس. فانا بشوف لما انت هاجمت بالميرس كان ممكن تجيب اهداف. شوت طبعا الحظ وقف معاهم بصراحه. توقيت الهدف الثاني كان قاتل. صح. يعني توقيت الهدف الثاني وانت لسه يعني موسيماني كان بيحاول يقدم اوراق هجوميه وان هو يضغطهم. فجاه جاب الجول الثاني. بس مش مشكله، انا حسيت ان احنا يعني قدمنا اللي علينا. وجاب ماتش الهلال اعتقد الفينش بتاع البطوله خلينا وهاخد برده كلام استاذ محمود ان احنا طموحنا فعلا دلوقتي. انا احساسي ان كل منظومه النادي الاهلي مؤمنه ان احنا لو رحنا المونديال تاني لا ده احنا فرصتنا. بس اهم حاجه والنبي ما تحطلناش بطولتين في نفس الوقت. بس ما نشوف. عموما احنا شفنا كتير اصل السنه دي يا عالم الا ممكن ثلاث بطولات السنه الجايه في بعض. طيب شوقي برضو عايز اسالك يا محمود عن اللي بيحصل داخل البعثه بقى. انت كنت قريب من البعثه وبتشوف اللي بيحصل كل يوم وموجود تقريبا 24 ساعه في 24 ساعه معاهم. احكي لنا ايه اللي كان بيحصل في البعثه، كيفيه التنظيم، هل بالفعل الكلام اللي احنا بنسمعه عن ان هناك نظام موحد بيتم اتباعه داخل النادي الاهلي، بمعنى صحيح. من رئيس البعثه اسلام محمد علي حسين اي حد بيبقى هو اذا هناك نظام معين بيتم اتباعه بشكل معين وبطريقه معينه تفرق طبعا شخصيه كل واحد، ولكن في النهايه ايه اللي كان بيحصل؟ هل الالتزام ده كنا بنشوفه او اللي كنا بنسمع عنه او اللي كنا دايما بننقله على شاشه النادي الاهلي هل ده كان حقيقي وهو ده اللي ودانا ان احنا نصل في ظل هذه الظروف الصعبه اللي اتكلمنا عنها ان احنا نصل الى ثالث العالم في ظل غياب 14 لاعب؟ شوف النظام ده اعتقد ان هو العنوان الرئيسي. انت حضرتك قلت جمله او كلمه معبره جدا على اللي بيحصل داخل النادي الاهلي. النظام، الالتزام، اللوائح هي اللي بتؤدي فعلا للنجاح. وخلينا ناخد من سؤالك كابتن اسلام لمشاهد مهمه جدا انا شفتها في المونديال. ايوه. الالتزام والنظام ده هو اللي خلى المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادي الأهلي هو اللي يكون متواجد على منصة التتويج أثناء مراسم التتويج. ده مشهد في غاية الأهمية. لازم أتوقف من خلال البيت الكبير عندك كابتن إسلام عند المشهد ده. ده جاي من النظام بالمناسبة. لما الكابتن محمود الخطيب يصر إن المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة هو اللي يكون متواجد في منصة التتويج ويرفض هو كرئيس للنادي إن هو لا يتواجد في هذه اللقطة التاريخية، ده من نظام النادي. دي من لوائح النادي وكبرياء النادي. الراجل ما اثرش اللقطه لنفسه وما خدهاش في نهايه المشهد. اللي عاوز اتكلم فيه برضو من النجاح اللي انت بتتكلم فيه قيمه الاهلي. من المشاهد المهمه جدا في المونديال ده ظهور قيمه الاهلي في اكتر من مشهد. قيمه الاهلي في ان الفيفا بدا ينتبه الى نظام بطوله ظالم، وده بسبب ان الاهلي اعترض وسجل في الاجتماع الفني اعتراضه على نظام البطوله الظالم. الاجتماع الفني انا بقول لك انا حضرت اجتماع ما قبل السفر مع الفيفا مع مسؤولين فيفا زوم يعني. ايوه. وكان يعني اجتماع حاسم. كان اجتماع حاسم. قيمه الاهلي ظهرت من رد الفعل. رد الفعل وتاكيد مسؤول الفيفا ان الاهلي فعلا اتعرض لظلم كبير جدا. وبعدين زي ما كريم قال التضارب الغريب جدا في بس انا عايز اسالك بقى ايه اللي حصل في الطرقات، بمعنى احنا كنا بنشوف الكابتن خطيب بيقف كتير مع انفنتينو مثلا مرتين ثلاثه مثلا وجبنا شويه حاجات من هذا الامر. هل كان في هناك كلام على انتوا ظلمتونا انتوا عملتونا انتوا كذا؟ طبعا لا كان في كلام كتير جدا على فكره تعارض الاهلي لظلم كبير جدا. ايه كانت فكرتهم؟ انا عايز افهم ايه الفكره بتاعت اتحاد الدولي. لا والمبررات غير مقنعه والتضارب دايما بيلقوا الكوره في ملعب الاتحاد الافريقي انه اصر على الميعاد بتاع الكاميرون وعدم جاهزيه الكاميرون حتى لاستضافه البطوله. لا خلينا نتكلم في رد الفعل فيما بعد. اوكي. انه الاتحاد الدولي بدا ينتبه لخطوره الموقف وبالتالي في السنوات القادمه سيتم تعديل نظام البطوله. من مشاهد برضو اللي تؤكد على قيمه الاهلي المشاهد اللي حصلت داخل الملعب بعد انتهاء مراسم التتويج. لما الناس تتوجه لموسيماني يعني توخيل المدير الفني لتشيلسي اصر على التوجه لموسيماني بمجرد انه شافه. اصر على التوجه هو اللي راح هو اللي راح انا كنت واقف يعني الصدفه قادتني بشكل كبير جدا ان انا كنت الوحيد اللي موجود ان كل الناس انصرفت يا كريم حتى مسؤول الاتحاد الدولي بداوا كمان ان هم يبعدونا عشان ننصرف احنا كمان يعني مع اصرار على الوقوف وموسيماني انه كان عاوز يشوف المشهد كاملا. تخل اول ما شاف موسيماني بصراحه توجه اليه مسراعا يعني واتكلم معاه. انا كنت واقف طبعا اتكلم معاه بشكل كويس جدا عن الاهلي واكد ان هو يتابع مباراه الاهلي واكد على قيمه المدرب
ونجحه في البطوله، ده مشهد من المشاهد المهمه. قمه موسيماني. اه طبعا. اوكي. لما كانتي يطلع من الملعب بعد ما استلم الميداليه واحتفل مع زمايله ويطلع يتوجه لموسيماني ويصافح موسيماني. كانتي. اه وانا كنت واقف يا كابتن اسلام وساله بشكل مباشر جدا عن ديانج. كنت اتوقع لما يسال عن ديانج يا استاذ محمود يقول له اللاعب بتاع نص الملعب بس او الديفندر اللي عندك او رقم كذا. لا، كانتي سال موسيماني بالاسم عن ديانج. طبعا احنا عارفين ان كانتي من اصول ماليه وديانج مالي، فسالوا عليه بالاسم. قال له اليو ديانج. اه وحتى موسيماني يعني استغرب حتى كتب كده. طلب مني موسيماني ساعتها ان انا اساعده ان احنا نجيب ديانج من بره لان كل الناس طلعت. اه اوكي. فطلعت في الطرقه. طبعا ده امر صعب جدا، انا مسؤول الفيفا بيستعجلوك طول الوقت عشان تطلع بره. فلجأت للواء علاء اللي هو مدير المنسق الامني ومدير امن الاهلي بالجزيره، كان موجود الراجل بصراحه ساعدنا مساعده كبيره جدا، وطلع وجاب ديانج. دي قصه يعني. قصه كبيره. في وجود الاستاذه حنان الزيني اللي بشكرها على دورها. وكان لازم ده يحصل، لان اصرار كانتي على مقابله ديانج بهذا الشكل كان لازم يقابله من ناحيتنا برضو اصرار على ان المشهد يكتمل. حتى لو تلاحظ بالصوره الموجوده انا بصورهم، ده الحوار اللي حصل الاول ما بين كانتي وموسيماني على فكره الاهلي وموسيماني، ثم طلب منه مقابله ديانج. ده يؤكد على قيمه الاهلي. لما دروجبا كان بيلتقط بعض الصور التذكاريه مع بعض المشجعين وشاف موسيماني خلفه، مش عاوز اقول لك المقابله كانت عامله ازاي. ما صورتهاش؟ لا صورتها، موجوده برضو الصور. طب هاتوا لنا يا شباب الصور. دروجبا احتضن موسيماني واتكلم معاه بشكل رائع جدا عن دوره ونجاحه مع صن داونز ثم نجاحه مع خلي بالك ده نجاح لافريقيا بالكامل. اه بالظبط. وبالمناسبه دايما دروجبا بيقدر قيمه الاهلي. اتكلم مع موسيماني على الاهلي ونجاح الاهلي وحصول الاهلي على المركز الثالث بمنتهى الحب. كل المشاهد دي بتؤكد لك على قيمه الاهلي اللي نابعه من النظام اللي انت اتكلمت عليه. اذا هو في النهايه هو العنوان الرئيسي هو النظام داخل النادي الاهلي، هو اللي وصلنا لكده يا استاذ محمود ان احنا دايما نبقى شايفين هذه القيمه. كابتن خطيب بقيمه دي الصوره برضو او ده الفيديو برضو. ده المشهد اللي كانتي اصر فيه في الاخر ان هو يدي ديانج التيشيرت بتاعه. يعني انت لو حضرتك شايف وحش بيدي وحش. يعني وانا حتى موجود بالصدفه، انا اللي بصور الصوره دي. فده كان مشهد رائع جدا بصراحه، كان ختام رائع كابتن اسلام للبطوله. هذا المشهد، وكان الموسيماني مبسوط جدا جدا بهذا الختام يعني. طبعا ما هو قيمه الاهلي، انا حتى اتكلمت في الامر ده استاذ محمود في بدايه الحلقه، قيمه الاهلي في ان انت تشوف قيمه الاهلي العالميه. طبعا الناس بتقول لي اسلام اصل انت بتكبر الموضوع. والله ما بكبر يا جماعه، ما هو قدام حضراتكم في النهايه. وانا مش انا يا جماعه، هو محمود اللي حكى مش انا يعني. محمود حكى وقائع حصلت مع موسيماني ومع دروجبا. هو دي الصور دروجبا، وده دروجبا دروجبا اللي هو دروجبا. كابتن اسلام بعد حوار مطول ما بينهم الاثنين يا استاذ محمود على فكره الاهلي وقيمه الاهلي. بالظبط كده. فبالتالي هذه هي قيمه النادي الاهلي، ودي وهو ده اللي انا بقوله دايما، وده اللي انا اتكلمت فيه في البدايه، ان هناك البعض ساب النادي الاهلي عشان خاطر فلوس او عشان خاطر كذا او عشان خاطر كذا. والله ما بتكلم على حد، انا بتكلم بشكل عام طوال ال 30 40 50 سنه اللي فاتوا كانت بتحصل. لكن في النهايه الناس دي فين؟ الناس دي مش موجوده. وده الناس دلوقتي بتتكلم، هو موسيماني ده لو ما كانش بيلعب ما كانش مدرب الاهلي، كان حد معلش مع احترامي يعني، كان حد شاف موسيماني؟ لا، الاهلي الاهلي اللي بيعطي صن داونز طبعا عامل بتاع. لا 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 بيدي من القيمه. بص عشان بس ما حدش يعني، ناس كتير اللي هي العقده والفاء بتقول الاهلي هو صاحب فض على الكل. طبعا خلاص بما فيهم موسيماني على فكره. لا هو قال لي انا الكلام ده تحديدا صاحب. عشان كده انا بقوله وانا انت بتدي جهدك وعرقك ما حدش يختلف، لكن المكان في حد ذاته طبعا من يعني من يدخل تحت الكيان، الكيان بيديله بقى كل الدوافع المختلفه. انا عاوز اقول لك على حاجه، انه لما نيجي نقلب كده في صفحات التاريخ ونرجع لورا نشوف القفزه اللي حصلت حتى للمنتخب الوطني بفترات، يا جماعه ما كسرناش الحاجز غير بعد يعني حاجز اللاعب المحلي لما زادت تجاربه في اللقاءات الكبيره، سواء النادي الاهلي في كاس العالم التقى مع كثير من الفرق الكبيره، بيبقى في عندك ثقه، بيبقى عندك ثقه في الملعب واقف خلاص. لما زادت تجاربك مع المنتخب كان لها مباريات وديه مع المنتخبات الكبيره، كسرت الحاجز النفسي، بقى ما عندكش ايه، قدرت تكسب ايطاليا، قدرت تعمل مباراه مع البرازيل 4-3. تيم مختلف والشكل مختلف، لكن انت
عندك في الـ في الـ في الوقت ده عندك الدافع وبدا يبقى عندك ملامح وعناصر بدات تظهر في الصوره ممكن تؤهلك انك انت تعيد. النسب متفاوته لكن تقدر تستطيع. نعم. وانت بتوفيق الله عملت كاس امم افريقيه رائعه. المباراه النهائيه كل حاجه توفيق عدم توفيق. ضربات الجزاء الحارس مرمى يعني ادوارد ميندي استخدم خبراته انه اللعب على الخط ده خلى برضه ايه خلي بالك ده من المشاكل خلت اللعيبه قلقت وخافت من المساله. لكن الاهلي يواصل عمله بنجاح وطموح لطرق للوصول الى الباب العالي. نعم. ربما لم يصل الان اللي هو ايه ربما هو إيه؟ ربما هو يقف على بعد درجتين من فتح الباب. الدرجتين دول محتاجين مزيد من العمل. يعني ايه انت مع انطلاق كاس الامم كنت بتكلم انا مع كريم اول ماتش انه كاس دوري ابطال افريقيا اللي جاي مش هيكون سهل عليك زي ما انت متوقع وما تتوقعش. استاذ محمود اقول بس حاجه سريعه جدا. اتفضل. نادي الهلال السوداني اللي انت حضرتك هتلعبه يوم الجمعه القادم اجل مباراه الجوله الثالثه في الدوري العام السوداني لاستعداد نادي الهلال الكافي لنادي الاهلي. طبعا من حق سان داونز توقيت المباراه كمان وقدم الماتش وقدم توقيت الماتش توقيت المباراه الساعه 3 اولا. ثانيا سان داونز اللي معاك في المجموعه انا هتكلم على الناس اللي معاك في المجموعه هيلاعب نادي المريخ هنا في مصر وبالتالي بعد كده مباراه الاهلي هنا في مصر قاعد. قرر ان هو قاعد الاسبوعين دول في مصر قاعد لك بقى خلاص بقى انا من كل طبعا في حاله وتقول لي اقول لك ايه خلاص بقى يعني ما بص عايز اقول لك على حاجه يعني انت كل ده والدنيا كلها بتتكلم عليك مش منتظر من المنافسين ان هم يعني سبوك تعدي كده عشان كده لابد من تجديد الدوافع وقدره الجهاز الفني بقياده موسيماني. خلاص موسيماني اصبح لديه من الخبرات وعاوز اقول يا جماعه الانتقاد اللي بيتعرض له موسيماني في بعد هان ده مش ده في انتقاد قبل ما حضرتك تتكلم بس عن الانتقاد لان اللقطه دي على فكره اللقطه دي ده ولد صغير في بيحب نادي تشيلسي وراح للشناوي عشان يتصور معاه. قيمه الاهلي في ايه؟ الولد ده مامته بلجيكيه فعارفه ميشيل جبت التفاصيل طبعا كنت وراه عارفه ميشيل يانك كويس اللي هو مدرب حراس المرمى هما بيشجعوا تشيلسي ولكن عارفين قيمه الاهلي من اللي بيقولوا ميشيل على النادي الاهلي في بلجيكا فالولد شاف محمد الشناوي فراح سلم عليه وتصور مع الولد الصغير يعني راح شاف محمد الشناوي وتصور عليه وكتب كده على صفحته بعد كده لما رجع ونزلها وخد يعني قيمه الاهلي برضو. شفنا الطفل ده انا كنت موجود معاه وانا في الصف الثاني ورا الشناوي على طول شفنا الطفل ده وبينادي على الشناوي هو ملامحه يعني مش حاجه مثلا احنا عاملينها عشان نتصور والله بس الناس بتفتكر كده ملامحه اجنبيه فاحنا شفنا واحد بينادي على الشناوي ومسؤول الفيفا مانعين اختراق المشجعين لمكان لعيبه الاهلي طبعا الشناوي اللي شاور له ان هو يعني وافق سيبه يعدي فحصلت اللقطه الجميله دي بالظبط كده فبرضه ده قيمه من قيم النادي الاهلي. بما اننا بنتكلم عن قيمه النادي الاهلي خلينا نروح نشوف تقرير عن انجازات النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه وبعد كده فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم عايز برضو اسالك في نقطه مهمه جدا جالكوا خبر ان الكابتن احمد مجاهد اعتذر للنادي الاهلي مع الزميل هاني حتحوت في برنامجه وانتوا هناك يعني كان رد الفعل ايه في هذا الامر خصوصا انه يعني الاستاذ احمد مجاهد كان اطلق عباره يعني كلنا بنتكلم عنها وكلنا حتى انا قلت ممكن نحطها جنب السلوجن عباره خالده يعني نعم ليس كل ما يعرف قام والله يعني في الاخر متشكرين على الاعتذار يعني مع كامل احترامي طبعا يعني الاعتذار طبعا شيء مهم اكيد في العلاقات ما بين الناس واللي يغلط يعتذر لكن اكيد لما انت تدبسني ما يعني هيبقى التاثير كبير اكبر شويه طبعا يعني انت النهارده يعني ما ينفعش اتدبس التدبيسه اللي احنا شفنا فيها النادي الاهلي لهذه الدرجه وفي الاخر الحل اصلا يا جماعه معلش انا اسف ان التصريح طلع مني في وقت مش وانا ما كنت اقصد حاجه ثانيه يعني في الاخر هو زمان يا كريم زمان كانوا لك الجريمه لا تفيد احيانا برضو الاعتذار لا يفيد بالظبط كده ده وجهه نظري يعني ما هو بعد كده برضو ما احنا سمعنا عن الاعتذار الرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي للكابتن خطيب هناك صحيح. في بطوله كاس العالم للانديه ما هو ماذا افاد برضو
اللي عايز بغض النظر عن النتائج الجايه. طبعا الفكره هي يا كابتن اسلام احنا فعلا عايزين يعني خلينا نتكلم بصراحه يعني ونستغل الفرصه دي بصراحه عشان ناكد ونوثق فعلا ان النادي الاهلي خد الكره المصريه لحته مختلفه زي بالظبط ما كلنا بنقول ان محمد صلاح خد صوره وفريم اللاعب المصري لحته مختلفه. دي حاجه المفروض احنا كلنا نشيد بيها من حيث ان احنا عايزين اللعبه بتاعتنا تزدهر مش من ناحيه التنافسيه. يعني دايما الناس تقول لك لا انا مش هشيد لا عشان ما كبروش زياده عن اللزوم. لا المفروض كل الرياضيين في مصر وكل المسؤولين الرياضيين في مصر يفخروا باللي بيعمله الاهلي. وخلينا اديك مثال قبل مباريات اكون بطلع لايفات كتير هناك من بره الاستاد يوم ماتش بالميراس طبعا كان اول شاهد بالنسبه لنا هذا الحجم من الجماهير اللي احنا طبعا فوجئنا الساعه 4 العصر بتوقيت الامارات صدمه كريم بيحكي عن الصدمه فعلا انا كنت في اللايف عمال قلت صدمه معلش يا كريم انا اسف وانت بتتكلم ده طبعا فيديوهات للاعبين هم قد ايه هم برضو بيركزوا هم كسبوا خلصوا وراجعين في الطياره وكل حاجه ولكن مركزين في المباراه او في المباريات القادمه ايه اللي اتلعب ده عمل ايه ده حصل ايه ده بيتكلموا مع بعض في المباراه يعني نعم اتفضل يا كريم فاللي عايز اقوله قد ايه في اليوم ده فعلا احنا اتصدمنا ان احنا هنخش مباراه للنادي الاهلي في بلد عربي شقيق طبعا كله مصريين ومتاكدين 100% ان الاستاد جوه 80-20 صحيح 80-20 بالميرس جايين فوق ال 10,000 متفرج في استاد اصلا هو كل اجماله 12,000 فده كان تتخيل اصلا عايزه الحاجه يا كابتن اسلام اللي جماهير بالميرس اللي كانت جوه الملعب كان في تلتها بره ما دخلوش حد قال لي كده فعلا وانا بتكلم معاهم قبل المباراه تخيل فريق بطل البرازيل وبطل الليبرتادورس اكبر بطوله للانديه في امريكا الجنوبيه بيتكلموا عن النادي الاهلي برايفاليتي بتنافسيه يعني بالميراس احنا لعبناهم سنتين ورا بعض بقى ما يشبه بقى في كلاسيكو اللي هو نظام لا 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 مش هيحصل تاني تكسبونا مش النادي الاهلي النهارده وصل منظومه الكوره في مصر ان اسمك بقى معروف عند صفوه الكوره في العالم وصفوه الكوره في العالم بنتكلم انجلترا والبرازيل دايما فاللي عايز اقول الحاجات دي المفروض احنا نفتخر بيها مش موضوع اهلي وزمالك وبيراميدز والاتحاد ومصر لا 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 احنا بنتكلم النهارده ان في منظومه في الكره المصريه وصلتنا لان كل العالم بيتكلم عن زي ما حضرتك جبت طفل لابس الجيرسي بتاع تشيلسي جماهير كلها بتسال عن النادي الاهلي اسم النادي الاهلي نفسه دلوقتي عالميا بقى الامر طبيعي جدا تسمعه زي مانشستر زي سيتي زي تشيلسي زي ميلان زي انتر النادي الاهلي محطوط في صفوه الانديه في العالم ليه؟ لانه مشاركته في المونديال كتيره. العالم النهارده كله عارف النادي الاهلي. اللي بيكسب افريقيا كل مره وبيلعب في مونديال الانديه، فالحاجات دي انا في وجهه نظري يا كابتن اسلام لازم كلنا يعني ما ينفعش تعدي، يعني ما ينفعش النهارده التعامل بتاعها يبقى تعامل عادي كاننا رايحين نلعب بطوله دوري ابطال افريقيا، لا ده مش دوري ابطال افريقيا، وتاني هضيف على حاجه احنا قلناها في الاهلي في المونديال السنه اللي فاتت. السنه دي ومباراة بالميراس مع تشيلسي وطبعا يعني كلنا شفناها وحضرناها داخل الملعب يؤكد بما لا يدعو الشك ان صفوة الاندية في العالم لا تنظر لهذه البطولة على انها بطولة ودية. لا طبعا. ما هو مش بقول ماتش الاهلي لا بتكلم على ماتش بالميراس وتشيلسي. معركة يا كابتن. فرحة عارمة لتشيلسي مش هقول بالميراس في الاخر برضه طبعا اسم تشيلسي اكبر. طبعا. تشيلسي فعلا لما لقى الماتش اتأزم بعد ركلة الجزاء بتاع بالميراس والوقت الاصلي خلص 1-1 بدا توخيل والجهاز الفني فعلا واللاعبين الاحتياطيين يتنرفزوا حتى حكيم زياش لما نزل وما اداش الدور بتاعه توخيل واقف بره عمال يزعق له وعمال يديه توجيهات ان هو ما بينفذش الدور بتاعه لما رحنا للاكسترا تايم نشوف الهدف وضربه الجزاء اول ما الحكم راح للفار فرحه عارمه لدكه البدلاء وجماهير تشيلسي فاللي عايز اقوله ده البيبي فوت يا جماعه نعم طبعا معلش احنا بنتكلم برضو ده البيبي فوت حقهم بصراحه حقهم يعملوا هم عايزين هم بيلعبوا البيبي فوت الحاجات دي كانت عندنا واحده واحده كده بننزل لكم بعض المباريات او بعض المباريات الخاصه بالبيبي فوت اتفضل يا كابتن فشيء مميز ان احنا نشوف نادي مصري بيحمل العلم المصري وبيرفع اسم مصر في هذه النوعيه من المحافل الدوليه لازم كلنا نشيد بيها ولازم كلنا نبقى فخورين وفرحانين بهذا الانجاز وندعم وليه لا ده انا نفسي كمان النادي الاهلي والله نفسي النادي الاهلي يعمل كده ما يشبه السيمينار
داخل مصر ويقول للانديه ونفهمهم ايه التجربه عشان توصل للدرجه دي. حقيقه ده ممكن يبقى واجب علينا احنا، لان النادي الاهلي فعلا هو الرائد في الرياضه المصريه، هو الرائد في الانجازات. وفي وجهه نظري الشخصيه بدون الدخول في التفاصيل، اعتقد كم الامثله التي حدثت مؤخرا في الرياضه المصريه تؤكد بما لا يدعو للشك ان الفجوه الفنيه والاداريه في كل شيء في الرياضه ما بين النادي الاهلي واقرب منافس بقت كبيره جدا، بعيده جدا. النهارده او كنت النهارده بنتكلم او سامعك بتتكلم عن ارسن فينجر. صحيح. ارسن فينجر ورايه في النادي الاهلي ماذا قال؟ فينجر لعيبه النادي الاهلي برضو لو عندك وانا كنا الاستاذ محمود والاستاذ كريم كنا قاعدين مع وفد الفيفا او ضيوف الفيفا في نفس الفندق. اوكي. وحصلت حوارات كتير جدا. صحيح ما بيحبوش يصرحوا للاعلام الا بطرق معينه عن طريق الفيفا نفسه، لكن حصل بعض الحوارات الجانبيه حتى حضرها كابتن اسامه حسني ومهندس عادل القيعي واخرين مع فينجر وبعض نجوم الفيفا او ضيوف الفيفا. فينجر اتكلم على الاهلي بشكل رائع وقال ان هو تابع الاهلي في المونديال اللي فات. والله. وعاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان هو توقف قدام اثنين من لعيبه الاهلي. تمام. ورشحهم بشكل واضح جدا للاحتراف في اوروبا. بل راهن ان هو يتالقوا في اوروبا. مين؟ ديانج وحمدي فتحي. اليو ديانج وحمدي فتحي. اوكي. بشكل واضح جدا ده كلام ارسن فينجر. كريم اتكلم على فكره البرازيل ونجوم البرازيل وفكره ان انت تبقى مسمع في بلد كبيره بقروه ينزل البرازيل. شوف كلام ببيته عن الاهلي. استاذ ايهاب الخطيب مثلا، استاذ محمود مسلم الكاتب الصحفي، ومجموعه من الزملاء كنا وقفنا مع ببيته اكتر من مره في البطوله دي. ببيته كان حاضر احد ضيوف الفيفا وكان معانا في الفندق. وكان معانا في الفندق. راجل اتكلم على الاهلي بمنتهى الجمال واكد برضو ان هو شاف بعض الماتشات. صحيح ما مش حافظ بعض الاسماء ولكن عارف الاهلي. قافو، انا سالت قافو بشكل واضح جدا باك اليمين التاريخي للبرازيل عن محمد هاني. فهو عارف ان هو جاب جون. اوكي. قال لك اللي جاب قال لعب كويس اللي جاب جون. صحيح مش عارف الاسامي كويس، مش حافظ الاسامي طبيعي. لكن عارفين الاهلي ومتابعين الاهلي ونجاح الاهلي في الحصول على برونزيه للمره الثالثه والمره الثانيه على التوالي. ودي بتخلينا كابتن اسلام حكايه الثانيه على التوالي ديت نتوقف قدام حاجه مهمه جدا. موسيماني اللي بيحصل على البرونزيه للمره الثانيه على التوالي، ودوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي مرتين ورا بعض، والسوبر الافريقي مرتين ورا بعض. ده فاشل يا راجل، ما تقولش كده، ده راجل فاشل. ده امر بيستوقفني جدا. حتى كنت بتحدث مع بعض الزملاء، ازاي بيجي لنا قلب نصف مدرب انه فاشل في سير الانجازات دي؟ بالمناسبه انا ممكن انتقده في حاجات كتير وده حصل على فكره. انا قلت الكلام ده بقالي 3 4 ايام بقول نفس الكلام كده. يا جماعه من فضلكم ما عنديش مشكله ان انت تنتقد. انت بتقول لي يا اسلام انت في ناس، في بعض الناس ما بتحبش موسيماني، ما عنديش مشكله على فكره. تمام. انا انتقدته في بعض الامور الفنيه، لكن ان انا انتقده في الامور الفنيه ده حقك. مفيش لكن مشكلة. من فضل حضرتك برضو لو هو يعني وحش في بعض الامور الفنيه ومن وجهه نظرك، ولكن اذا جاب بطولتين افريقيا ورا بعض لازم نسقف له. اذا جاب بطولتين كاس عالم ورا بعض او يعني بطولتين لازم نسقف له. بالظبط كده. فانا كمان انا واحد يعني شاهد على تاريخ ان انا كنت الحمد لله شرفت بان انا اكون موجود مع المجموعه اللي خدت في 2006، فعارف ان الموضوع صعب ازاي. مش صحيح. سهل، مش موضوع مثلا بسيط. صحيح. ان انت تقدر تاخد ثالث عالم دي وهتاخد ميداليه ومش عارف ايه والكلام. والمنافس مختلف. نعم. والمنافس مختلف. وما بتلعبش حد من المدرسه بتاعتك دي. مش مدرسه محليه. واخد البرونزيه من فريق عملاق اسيوي عملاق. طبعا. فريق الهلال زعيم اسيا السعودي عملاق فريق عملاق. ممكن ارد بس على حاجه في الحته دي، ان هو طبعا كله هيقول يا جماعه الحالتين طرد فات يعني اثروا على اداء الكوره مليون في المية. لا معلش معلش بكورة. مليون في المية اثروا. بس هقول بس حاجه يا كابتن اسلام، اول 12 دقيقه لو قبل الطرد الاول كله كان خلاص 1-0. كلنا قلنا 1-0 للنادي الاهلي وفي فرصه واحد. لا وفي فرصه مؤكده ضايعه. اللي عايز اقوله ان برده طبعا النادي الهلال نادي كبير جدا. طبعا بنتكلم على النادي اللعيبه اللي احنا كسبناهم 4-0 دول ثمنهم نص مليار جنيه، مليون في الميه. طبعا. ودي حاجه احنا نفتخر بيها. حتى لو الطرد يا كابتن اسلام، ما هو انا دي كوره. هو ده نلغيه يعني من القانون ولا ايه؟ انا بالظبط يعني الناس بتتكلم يعني انا دلوقتي داخل اضربك. انا داخل لا يعني انا داخل اكسر رجلك. بالظبط. دي فيها مجامله حكم يعني. هي لو رجله ثابته مش عامله كده مشكله كبيره. فيها كاس. الكره الثانيه انا كره هناك وانا بضربك هنا، طب اعمل ايه؟ اقول لك زود لعيب كمان ولا اطردك؟ قانون، اطبق القانون. هو ده يطبق على النادي الاهلي بالمناسبه.
مع ان انا كان عندي تخوف كبير يا استاذ محمود من الحكم ما قبل المباراه، لانه الحكم ده احنا عشنا احداث الراجل قاعد جنبك عشنا مع بعض ناس غريبه. طب مهم جدا نتكلم هتكلم معاك في الاحداث دي، ولكن خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل ماذا حدث بعد عدم احتساب ركله جزاء واضحه جدا من الحكم الفرنسي في مباراه بالميرس، ونرجع نكمل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمود، كنا بنتكلم عن الحكم وكواليس حكم مباراه الاهلي وبالميرس وعدم احتسابه لركله جزاء لاحمد عبد القادر، واضحه جدا بالنسبه لنا كانت في الشاشه واضحه، ما اعرفش بقى عندكم ايه الكواليس بتاعه الموضوع، احكي لنا. لا، واخر نص ساعه في مباراه بالميرس كان يعني الفار والحكم عملوا حاجات كذا لقطه كده برضو ايه دار عليهم شباب. لما انتهت المباراه وخلاص اتفاجئنا بان الحكم فرنسا ولا يحكم المباراه بتاعه الهلال. طبعا كريم قاعد جنبي وقعد ايه الحل ازاي، طب ايه الموقف يعني ازاي يعني هو مفيش حكام غيره. فطبعا طبعا البعثة النادي الاهلي والكابتن محمود وكلف كابتن حسام غالب بالملف، وبعد السؤال والتقصي اكتشف انه في حكمين اصيبوا مع انه كانوا موجودين في واحد حكم رابع واحد عديها اصيبوا قالوا كده ماشي. لكن طبعا كابتن حسام علي راح جيل مقر الفيفا وكان معاه المهندس هنا بريده، وبامانه هنا بريده نصح انه ما يتقدمش شكوى ضد الحكم، انه يبقى في مساله يعني زي سؤال يعني تساؤل ليه الحكم ده يعني بلاش شكوى عشان ما تبقاش وتدخل المهندس هنا بريده، وتم طرح والنقاش. لا حتى يعني يمكن هو قال حاجه بعد ما البطوله انتهت وخلاص واللي حصل، قال انا كنت متعرض للايقاف، معرض لان توجه له تحذير رسمي ان ما تدخلش لهنا وليده نفسه انك انت ممكن تحول الى لجنه التاديب. ليه؟ لانك انت ما تتكلمش على التحكيم، ممنوع ما يخشش في الموضوع. لكن هو اللي نقل الاهلي نقل مخاوفه من ولكن سبحان الله يقدم الاهلي مباراه من المباريات الكبيره والحكم نفسه قدم مباراه غير متوقعه على الاطلاق. بالظبط، مباراه عادله يعني حتى عادلة. كريم قال لي واحنا رايحين قال لي انتهت حلول الارض وبقيت حلول السماء. قلت له سيبها على ربنا يا كريم. قلت له اقول لك ايه؟ سيبها على ربنا. ولاعيبه الاهلي احترموا فرقه الهلال طبعا وادوها حقها طبعا وعارفين القيمه الكبيره لبطل اسيا، واي منافسه انت لازم تحترمه. النقطة الأساسية في سعيك للانتصار احترام الآخر. طبعًا. دي ادت بنت كثير من حالة من الصمت، حالة من التركيز، حالة من فرق من السرية من كل الشغل اتعمل. أنت البداية بتاعت المباراة كانت يعني بص بداية الأهلي كانت غير متوقعة. أيضًا قرارات الحكم بأمانة شديدة لم يكن فيها ظالم خالص. في مسألة الطرد، الفار هو كان الفيصل في الحالتين، لكن المباراة كمجمل من أروع المباريات مزبوط. اللي اتلعبت زي ما أنا قلت في الأول بقول لك إنه كان دربي عربي أكثر من أهم حاجة فيه كان الأخلاق والروح الرياضية، كان هي دي بالنسبة لنا. وحتى كان الأخوة والأشقاء السعوديين مقيمين معنا في الفندق قبل الماتش، عاوز أقول لك إيه المناوشات طبعا المناوشات الجميلة تحبون تاخدوها ثلاثة ولا أربعة؟ خدها خمسة ستة بس بالراحة علينا يعني أنتوا عندكم جايبين نص مليار لعيب، إحنا يعني بالراحة بس الملعب يعني فيصل عارف أنت بقى العلاقات. لكن طبعا هو ده الجو المفروض هنونا بعد الماتش بعد الماتش لا جم بأمانة شديدة تهاني وفرحانين جميلة. حتى بقول لك كانوا عاملين هاشتاج تقليل يومها حصل ده، بس ده هاشتاج كان لطيف ان هم يعني بيلحقونا. بص يا غبي بص يعني عجبني واحد قال لي بص احنا مشكلتنا انه يعني حد بتكلم معايا يعني قال لي مشكلتنا ان احنا بعض الاحيان بتخرج مننا حاجات ما ينفعش، هي المفروض تبقى في اطار احنا اخوه، ده ماتش كوره ينتهي والفايز والخاسر يهني الفايز والفايز يهني الحقيقة. هو ده هو ده هو ده المجمل يعني. بامانه كابتن اسلام من المشاركات المهمة، وأنا بشكر الفيفا وبشكر الاتحاد الأفريقي وبشكر الاتحاد المصري لكرة القدم لأنه بشكرهم لأنه سابق. برهنوا على جوهر الأهلي، برهنوا على قيمة الكيان نفسه مزبوط. أنه عندما يتعرض أزمة بيظهر مثل الأهلي بيظهر المعدن الأصيل للعيبة بالقدرات بالإدارة بالثقة بالنفس والدعم اللي بياخده اللعيبة بيكون نتيجته. كانت الناس ابتدت التالية بعد ما لا يشجع النادي الأهلي كان ده ابتدى يروح لإيه لقصة إن إيه
الكلام اللي انتم بتقولوه ده الاهلي بمن حضر والاهلي مش عارف ايه وبتاع، ولكن البطوله دي اثبتت كل هذه المقولات كلها تقريبا. ينحت الاهلي ينحت الاهلي عبارات تاريخيه بالظبط تسجل على مدار الاهلي. حديد جت من فين؟ ما جت من متراكمات الاهلي. ملك التسعين جت من فين؟ تراكمات. جت من تراكمات. الاهلي بمن حضر جت من فين؟ تراكمات. جت من، لا جت من ماتش 3-2 بتاع الكاس 85. حد كان يتوقع؟ فريق بحجم نادي الزمالك، فريق كبير وبنجومه الكبار وشباب صاعد واعد، وفي مباراه تحدي كبير جدا لا احد ولا المنطق ولا الجمهور ولا اي حد عاقل يقول ان دول هيكسبوا. ولكن شوف بص شوف الجهد والعمل والاخلاص وصلك انت لفين. هتروح لماتشات كتير جدا انت كنت فيها ناس عندك غيابات كبيره طبعًا جدا طبعًا. ها انت لاعب ماتش الهلال عندك كم غياب؟ عندك 12 12 لاعب. الهلال 8 12 أو 9 او مثلا 8 اللي هم العظم الاساسي بتاعك. 14 لاعب. 14 لاعب. فانا عاوز اقول لك ايه، انك انت بتيجي في اللقطات الفرز بنسميها لقطات الفرز والكشفه تبين لك انك انت لا عندك تستطيع انك انت تروح في حته احسن من كده كمان. مزبوط. ماشي. لكن مبروك لجمهور الاهلي لانه هو البطل. طيب. في الاول وفي الاخر. وبقول لعبتنا الاهلي مقبلين على موسم صعب جدا، دوري ابطال افريقيا السنه دي مش هيكون نزهه. وبقول لموسيماني الناس بتحبك، سيبك من كل النقد ده، نقد فني ده عادي جدا، لكن الناس بتحبك وعايزك تروح في حته ان تعيد للاهلي بطولته المفضله هي مسابقه الدوري. تمام. كريم اخيرا برضو مهم جدا نتكلم فيما هو قادم. اللي قادم صعب جدا زي ما الاستاذ محمود قال، وعندنا دوري ابطال افريقيا وبعد كده عندنا الدوري. انت عندك هتلعب، انا حفظتهم يعني بالكده يعني اللي هو 18 22 25 28 1 3 5 يعني او 3 6. فبالتالي موضوع صعب. انا عايز يعني من هنا من قادم الاهلي يعني ارفع علم احمر وتحذير لينا من مباراه الهلال يوم السودان يوم الجمعه الجاي. لو نفتكر احنا برده السنه اللي فاتت كنا خدنا البرونزيه في مونديال الانديه في قطر ورحنا لعبنا سيمبا اول مباراه لينا، خسرنا 1-0. وخسرنا 1-0. مهم جدا 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 الاعداد النفسي في اول مباراه بعد انجاز المونديال. ليه؟ معلش اقطعك بس في النقطه دي تحديدا. انا اسف. اتفضل. كان هناك اتفاق. نعم. ما برضو عشان جمهور النادي الاهلي يبقى واعي، لان انت كلامك مظبوط 100% وجمهور النادي الاهلي يعرف اللي حصل. نعم. ويعرف ان انت عندك اداره واعيه وعارفه هي بتعمل ايه. اداره كره واعيه وعارفه هي بتعمل ايه. افترض انا كقناه النادي الاهلي خد ثالث عالم، المفروض اعمل ايه؟ ثاني يوم المفروض اعمل احتفال. طب مظبوط. ويبقى عندي عدد من اللاعبين والجهاز الفني وخلاص. طب مظبوط. طيب يوم الماتش بالليل اللي هو خدنا فيه الثالث كان يوم الاحد السبت. السبت بالليل تم الاتفاق او تم اتخاذ قرار من اداره الكره في النادي الاهلي. نعم. بغلق طبعا ما كانش الموضوع عندي انا. أي. كان الموضوع هيبقى في كل القنوات. نعم. خلاص. تم الاتفاق او تم اتخاذ قرار من اداره الكره في النادي الاهلي، كابتن خطيب وكابتن سيد وكابتن حسام باقي الناس كلها، ان يتم الغلق على الجميع. نعم. ابتداء من اللحظه دي من بعد نهايه المباراه لغايه ما بعد مباراه الهلال ويحلها الف حلال. نعم. ده جميل. ده خبر. بس بمناسبه ده كلام جميل جدا. انا بقول لك انا حاجه بقى ده كلام انا شاهد جميل. على انا شاهد على وضع. نعم. ان كان هناك اتفاق. ده اتفاق يا جماعه. الناس عايزه تفرح. انا عايز فلان وفلان وحاجات. طبعا 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 طبيعي. صح. قناتهم وبتاع. طبعا طبعا. ده غير القناه كمان القناه بلغت ان يا جماعه اسلام معلش عشان احنا مركزين في ايه ماتش الهلال. كلام انت بتقول فده شيء جيد. واضيف عليه كمان ان مهم جدا جدا للجهاز الفني ان هو بقى يعد اللاعبين نفسيا للي هيشوفوه يوم الجمعه الجايه. بمعنى ايه؟ طبعا فريق الهلال السوداني اكيد هيبقى في شحن ربما يكون زايد شويه، خصوصا بيلاعب الفرقه اللي خدت ثالث العالم. مزبوط. وبالتالي اي انتصار او اي اداء زي سام اي اداء جيد هقدمه قدام الفرقه دي هيحسب لي وهيضاف لي وكمان يعلي من حظوظي ان انا اقدر اخد احد بطاقاتي التاهل في المجموعه. وبالتالي انا اتمنى من لعيبه النادي الاهلي ان هم يتفرجوا على مباراه سيمبا، مش عشان يعني ايه مقارنه ما بين اداء سيمبا واداء الهلال، لا انا بتكلم على ادائهم هم والتركيز الذهني. بكل امانه اللي يعمل الاداء ده في مونديال الانديه قدام بالميرس قدام الهلال السعودي استاذ محمود ببساطه لو قرر نفس الاداء في المجموعه بتاعتنا ناخد الاول ب 18 نقطه والموضوع بسيط وخلصنا كل حاجه. لكن احنا فعلا هنواجه منافسه شديده بدنيا طبعا، كميه ادرينالين هيبقى عند المنافسين بتوعنا لان هم بيلعبوا ثالث العالم طبعا. فاحنا هنواجه وطبعا
يعني تبدير ميعاد المباراه للساعه 3 العصر برضو يؤكد لنا مقصودة. اللي احنا بنتكلم فيه بقى لنا سنتين. فانا اتمنى ان الجهاز الفني يكون واعي لهذه الامور. واتمنى على مستوى شخصي هذه كلمتي لعايز من محمد هاني انه يعرف ان مونديال الانديه مكمل معانا يوم الجمعه الجاي. يوم الجمعه الجاي الجمعه واللي بعدها واللي بعدها بعدها يوم الجمعه ده رابع ماتش لينا في المونديال. وان شاء الله باذن واحد احد زي ما كسبنا الهلال السعودي نقدر ان شاء الله نرجع من السودان يا رب ان شاء الله. محمود برضه اخد رايك فيما هو قادم لانه صعب جدا وضغط مباراه كبير جدا. ما هو مش كل الانديه دايما تقفل الصفحه بمجرد ما انت تخلص على القرار اللي تم اتخاذه وتفكر في المستقبل. مظبوط. التفكير في المستقبل ده هو احد اهم اسس النجاح. مظبوط. عشان كده ما تخافش على الاهلي. ما تخافش على الاهلي لانه دايما باص لقدام وعارف هو بيعمل ايه. اداره الاهلي اداره حكيمه وقودها رجل حكيم كابتن محمود الخطيب. بنوجه له التحيه على كل الادوار اللي عملها الفتره الاخيره. مظبوط. وانا لا اخفي حب محمود الخطيب يعني. كلنا طبعا يعني كلنا. حتى البعض ياخدها ريان ولا نفاقا احنا بنحب محمود الخطيب. مش مشكله. انا ياما حبا محمود كلنا الخطيب. قلنا كده. زي ما اشهدنا كل الناس يا كابتن اسلام. كل الناس اشهدنا بيها في هذه اللحظه تحديدا وبعد برونزيه العالم المره الثانيه على التوالي اعتقد ان احنا لازم نشكر محمود الخطيب او الكابتن محمود الخطيب على دوره في اداره ملف الكره بالنادي الاهلي وان شاء الله تفكيره. ده بيعرف يلعب كره بس ما بيعرفش يدير. ما بيعرفش يدير. بس اقول لك يا محمود صح. هو مش باتريس متسيبي قال تصريح ليه بعد ما جه قال مش هنلعب مباريات في العصر. لما قال كده قال يا جماعه انتظروا مني ان الفرق يطبق في كل المراحل وان مباراه العصر ما تاخدش قرار رسمي. انا بقول لك مباراه العصر عيل كده عيل كده يعني منطقيا يعني منطقيا عموما هنشوف اللي هيحصل ايه الفتره اللي جايه لانها هتبقى فتره صعبه جدا 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 على النادي الاهلي. مباراه كل 3 ايام وما بينهم سفر وما بينهم ارواح وما بينهم يعني الله يكون في عون اللاعبين يا محمود يعني. فربنا يكرمنا ان شاء الله ونعدي الفترة القادمة وإن شاء الله دائما النادي الأهلي طول ما عنده جمهور زي حضراتكم كده أعتقد أن كل الأمور بتتغير. كل حاجة بتتغير في النادي الأهلي بسبب جمهوره وكل حاجة بتبقى حلوة في النادي الأهلي بسبب جمهوره وبسبب مساندة جمهور النادي الأهلي. فأنا للمرة المليون أنا بشكر حضراتكم على كمية الناس اللي كلمتني تحديدا خلال الفترة اللي فاتت على موضوع الأهلي في المونديال وما حدث خلال من تغطية مباشرة الحقيقة لكل الناس وكل الكروهات اللي كانت موجودة هناك. فأنا بشكر الجميع وبشكر جمهور النادي الأهلي على ما حدث خلال هذا الأسبوع. أستاذ محمود شرفتني ونورتني وألف مبروك مرة تانية. إن شاء الله نبارك لبعض دائما فيما هو بإذن الله تعالى دائما يا رب التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم وألف مبروك. شكرا جزيلا كابتن إسلام وألف مليون مبروك لينا كلنا يا رب. شكرا جزيلا يا محمود شوقي بقى عشان ما يبقاش أستاذ محمود شوقي. ألف مبروك يا محمود. ربنا يخليك. ألف شكر ومبروك لكل جمهور الأهلي يا رب دايما. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله بكرة هنتكلم أكتر تفصيليا وفنيا عن مباراة الأهلي والهلال. إيه اللي هيحصل في هذه المباراة؟ كريم والأستاذ محمود والأستاذ محمود شوقي والأستاذ محمود صبري كلموا في هذا الأمر كثيرا جدا. ولكن بكرة هناخد بعض الأمور التحليلية الخاصة بهذه المباراة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير دائما في تمام الساعة 10:00.